نكمل موضوع، هل أنا مسيحي؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت إن في ناس بتزعل وبتتضايق إن حد بيسيب المسيحية، بغض النظر إنه بيروح لدين تاني أو بيلحد. مش احنا مش بنتكلم عن الموضوع ده، ولا بنتكلم عن الشخص نفسه، هو صفته ايه؟ انا لمحت ان هو واحد مش مقتنع بشيء، فصادق مع نفسه، مرضاش يبقى عايش في حياة ودين او عقيدة في نظره، لان المسيحية مش ديانة، هي حياة جديدة، عهد جديد. كان في ديانة قديمة، شرائع وقوانين، وجه المسيح عمل عهد جديد. يعني ايه؟ يعني عايز يعلمنا ان احنا نتولد ولادة تانية، نبقى خليقة تانية. طبعا مش كل المسيحيين فهموا الحكاية دي، ومسيحيين عايشين في الكنائس وعاشوا طول حياتهم، ممكن في أديرة، أكيد نسطور كان في دير أو أريوس وناس كتيرة، بس ما سألوش من إله الخالق الهدف، وبالتحديد ما قالولهوش اخبرني يا من تحبه نفسي. هم يعرفوش إن هو أصلا قصة حب عشان يحبه أو يتحب. يعني أين ترعى؟ أين فين الطريق؟ ما سألوش الراس، وما فهموش إن الموضوع شخصي، إن الخالق عايز يكون صديق. وفي ناس قالوا يعني إيه يبقى صديق؟ هو في العهد الجديد السيد المسيح اللي هو صوت الله، الكلمة اللي تجسدت وتجسمت، عشان زي ما قلنا أولا يبقى الموضوع في يقين كامل ويبقى في وضوح، ونشوف مثال نموذجي، وعشان محدش يبقى ليه عذر، لأن لو جه أعظم مولد النساء هنقول ما هو إنسان أصلي في الحتة دي، هو إنسان. لكن كون إن إله الخالق زي الشمس يبعت شعاع ويتجسم لفترة ما، في ناس قالوا لا ما ينفعش الله يتجسم يتجسد. الله ظل وهيظل لا يحد زمان ومكان، الخالق هيظل من الأزل وللأبد لا يحد زمان ولا مكان، مش لا يحد مكان، لا يحد زمان. لكن هو يقدر على كل شيء، وما ينفعش نحكم احنا المحدودين على الله او نوصفه بوصف محدود من ناحيتنا. ولو كنا عايزين نوصفه مفروض نطلب منه هو نفهمه بعيونه او بمعياره. أنا شوية ذرات تراب الله نفخ فيها، فأنا محدود جدا عقليا وفكريا نفسيا، الله غير محدود. فما ينفعش ببساطة أقر أقول ما ينفعش الله يتجسد أو يتجسم. الله طبعا ما ينفعش كله، صح، الله لا يحد زمان ومكان، الله الغير محدود الذي لا يحد زمان ومكان، ما ينفعش يضغط في حيز. الكلام ده صح جدا وده حقيقي وده لا نقاش فيه، ده مش محتاج أصلا لكتاب ولا كتب ولا وعظ ولا تعليق. لكن يقدر الله لأنه غير محدود، مترامي الأبعاد، غير محدود، يقدر زي الشمس. كتب لنا في الكتاب المقدس إن هو شمس البر وشفاؤه أو الشفاء في أجنحته، يعني هو يقدر يشفينا بكل الطرق لأنه هو كلي القدرة. فمن قدرته يقدر يجسم روحه أو كلمته أو عقله لهدف. لو احنا أدركنا قد إيه الهدف ده كبير جدا، على قد حبه الكبير جدا، كنا اقتنعنا. لو أنا أدركت إن الهدف اللي هو إيه؟ إن أبقى قريب منه جدا أولا، يبقى صديق ليا، ويبقى أب، ويبقى خالق، ويبقى عريس. عريس ده قصة حب، بس في البداية أب أتولد منه بفهم
هي النقطة والدايرة الحلقة المفقودة اللي الناس ما عدتش عليها، عشان كده وقعت في الهوة دي. حتى لو ما وقعتش راحت الجحيم، بس هي خسرت. اللي مش فاهم الموضوع كله هيخسر. الخسارة مش ان هيضربوه ويمسكوه عصيان ويعذبوه في الجحيم، الموضوع ملوش علاقة بالجحيم، هي يا خسارة يا ربح. فلو فهم الإنسان الموضوع هيربح، وعشان يفهمه ما ينفعش يفهمه من إنسان. إنسان ممكن يعبر عن شيء سمعه من الله، يعني أنا مثلا شفت رؤى، أو واحد شاف سمع الله فتح ذهنه، مش لازم رؤية، بيقول فتح ذهنه من يفهمه الكتب. واحد اتفتح ذهنه فبيعبر عن الشيء اللي الله فتح ذهنه ليه هو شخصيا. لو الكلام بدأ يقنعه يبتدي يسأل من الله، لأن الله الخالق ورانا أن البصيرة خلق. حدش ياريت كان حد قال لنا كده، البصيرة خلق. المسيح قال كده، ما حدش يقدر يأتي للآب إلا بي، وسيصير الجميع متعلمين من الله. صار أخنوخ مع الله، صار نوح مع الله، صار إبراهيم مع الله، حتى لو ما اتقالتش حرفيا، هي اتقالت عن نوح وأخنوخ، بس هو صار مع الله. إزاي؟ كلمه ظهر له الله. ايه المشكلة عنده انه يظهر له؟ لو كان ده سهل علشان يتم الهدف، ايه المشكلة؟ لا، ليه؟ في ناس قالت ما ينفعش ليه؟ ان كان هو محبة هينفع. يعني فهمنا الله وفهمنا الطبيعة السائدة بتاعته اللي هي بتغلب عليه، اللي هي المحبة، هنقتنع انه ينفع. فهو احنا قلنا ان مصدر الحب، مصدر العاطفة، مصدر المشاعر، ما ينفعش ما يكونش هو عنده مشاعر، وما ينفعش ما نحسش بيها منه، يدهن عشان لينا احنا نتبادل المشاعر معا. فالعهد الجديد هو النبي يقول لنا انتوا اتخلقتوا وطبيعتكم اتغيرت، وهي دي المشكلة. الناس مش عارفة المشكلة بالتحديد، ان طبيعتنا اتغيرت. والحل اللي عمله ربنا اللي هو الختان والمعمودية لأصل المشكلة دي، ان طبيعتنا اتغيرت، مش ان عبد غلط في ملك، فالملك بيقول أقر أن أجرة الخطية موت، وكان في عدالة بتقول لازم يموت، فاضطر يموت عنه. هو ده حقيقي عشان إظهار حبه، لكن القصة ما وقفتش عند كده، وحقيقي. وفي اللي كتبوا لي وكلام صعب جدا على النت، بيقولوا لي لا، ده هو عشان خطايانا واتصلب عن خطايانا، أنت بتلغي الصليب. أنا ما لغيتش الصليب، ده دوره. أنا بتكلم عن أن في دور كان على الله أتممه، وفي دور على الإنسان اللي هو مع المسيح صلبت. ده الناس هي تهونت واستخفت وما كانتش صادقة مع نفسها، وقالت لا، هو مات عن خطايانا، ما تقللوش قيمة الصليب. دور الله محدش يقلل منه، هو أكمله على أكمل وجه، لأن حبه ملهوش حدود فتممه. لكن هل قال لنا أنا مت عنكم خلاص؟ احنا بنخدع روحنا قبل ما نخدع الآخرين، الآيات دي هنقف قدامه إزاي في اليوم الأخير؟ ستفتح الأصفار، الأصفار فيها إيه؟ مع المسيح صلبت. هيقول للإنسان اتصلبت معايا قد إيه؟ هيقول له لا، ده دمك، ويجيب له يسرد له كل الآيات عن سمر خطايانا. يقول له ماشي يا حبيبي، ماشي، ما أنا عارف إن دم، بس أنا طلبت منك إلزامات. من ضمن الإلزامات ليس أحد ترك بيتنا وإخوه، من ضمن الأزمات من أضاع نفسه من أجل يجدها. ضيعت نفسك في إيه؟ وهل سألتني؟ من ضمن الإلزامات من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه. هل أهلكت نفسك؟ مش فاهم، طب ليه ما سألتنيش؟ من ضمن الإلزامات مع المسيح صلبت، اتصلبت معايا في إيه؟ من ضمن الإلزامات إن متنا معه، مت معايا في إيه؟ من ضمن الإلزامات إن صرنا متحدين للمسيح، قال لي ده العمود الفقري وده الحل. يعني في مشكلة في حلها أن المشكلة أن أنا صرت حسب ظهر العالم وتطبعت بطبيعته بيه هو الراس، والدليل صرت لا أعرف ماذا أفعل. وده القديس بولس قال كده في رومية 7، اللي الناس والرعاة بعدوا عنها ومش عايزين يقربوا من معنى. الأباء القديسين اتكلموا عنها كتير، إكليمندس وأثناسيوس وذهبي الفم
وفي الموقع بتاع القديس تكلا هيمنوت كان واضح جدا، كل قديس قال ان فعلا الانسان بسبب التشويه اللي حصل له بقي مش عارف بيعمل ايه، بسبب ايه؟ في ناموس تاني جواه، في قوه بتتحكم فيه بتخليه مش عارف يعمل. المشكله مش في الخطيه وكسر الموبيليا، مشكله في الطبيعه نفسها. فالقديسين مش مجانين عشان يسيبوا اهليهم ويقعدوا في البريه ويجاهدوا 30 سنه. ويوحنا المعمدان اللي شهد له ربنا، عشان في طوائف يقولوا لا مالناش دعوه بالقديسين، طب يوحنا المعمدان كفايه جدا مثال واضح 30 سنه بيعمل ايه؟ بيتوب عن خطيته. ايه هي الخطيه اللي بيتوب عنها 30 سنه؟ مكتوب طب عنه ايه؟ مكتوب عنه ايه واحده في 30 سنه في لوقا واحد، مكتوب عنه ايه في لوقا واحد؟ كان الصبي ينمو ويتقوى في الروح. فين التوبه في الموضوع؟ فين غفران الخطيه والتوبه في الموضوع؟ واتقالت عن نفس السيد المسيح في لوقا 2 نفس العباره بالحرف الواحد، لو قسناها بالمسطره وبكل الترجمات هي هي، كان الصبي ينمو ويتقوى في الروح، بس زياده عليها وكان ينمو او يتقدم في الحكمه والقامه والنعمه. كان يتقدم او ينمو في الحكمه والقامه والنعمه. إذن المشكلة مش إن شالت الخطية ونسرت كل الآيات إن هو شال خطايانا وصمر خطايانا، فده الاحتياج اللي احنا محتاجينه تترفع الخطية والموبيليا اللي اتكسرت. لا، الاحتياج هو المجنون اللي اتشفى أولا لازم يبطل، لكي يبطل جسد الاحتياج يبطل جسد الخطية. فالعلاج جه وربنا وراني العلاج بس. والقديسين فهموا كده وعاشوا كده ونفذوا كده وعملوا كده، والمسيح عمل كده ويوحنا المعمدان عمل كده. هنقول ايه في اليوم الاخير لما يقول لنا ليه مش انا مدحت لكم يوحنا المعمدان كان 30 سنه بيعمل ايه؟ كان بيرنم المسيح شال خطاياي ورماها في البحر، ولا كان بينمو ويتقوى في الروح؟ طب انا اللي خلقت الكون، ولما جسمت كلمتي وجسمت الروح جيت ووريتكم ايه؟ مكتوب عني ايه؟ كنت بنمو وتقوى في الروح. اذا انتم محتاجين تنمو وتقوى في الروح. ازاي؟ طلوع البريه والهروب. فهم المواضيع دي صعب. وش معنى القديسين؟ كان مصر 7-8 مليون في القرن الثالث والرابع، كانوا 2 مليون رهبان. لانه فهموا الموضوع مش صعب. هم كانوا صادقين. والدليل عاشوا مديونين. احنا ينقصنا الصدق، واحنا مش بنحبه ومش عايزين نفهم. ذاتنا صارت هي إلهنا وأقرنا هو إلهنا وخلاص، هو الإله فنسمع من إلهنا وبنأيد الإله بتاعنا. ما هو اللي حوالينا كلهم كده، كلهم اهو شوف، تعالى شوف جمعية خلاص النفوس كلها بتقول ايه. طب تعالى كده شوف في الدير، تعالى في وادي النطرون كله بيعمل كده وبياكل لحمة وواثق ان ربنا بيحب، هو بيحبنا كده. ده راهب صديق يعني في وادي النطرون، هو ربنا بيحبني وانا كده باكل ملوحة وفسيخ وبتاع. قلت له ما هو بيحب كل الخطأ، ايه علاقة انه بيحبك من ناحيته هو؟ لكن انت فين الهدف؟ فين النمو في القامة والحكمة؟ وفين النمو الموت اللي يوصل للصورة اللي جه بنفسه على مهنة؟ هتقول له ايه في اليوم الأخير؟ وفين شروط الموت؟ فين الترك؟ فاللي مش صادق مع نفسه مش هينفعه المسيح. مسكين آيات وطقوس ومسك شوريا، تبطلتم عن المسيح اللي انتوا عايزين تتبرروا بالناموس. لا، اهو بقول كرياليسون مليون مره في اليوم ومسك اهو الشوريا. احنا كده بنتبطل عن المسيح، احنا كده بنخسر كل حاجه. بكراس المعترفين الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بيه ما كانش ماسك مبخره ولا شوريا، ولا كانت التونيا بتاعته حمراء ولا بامبا ولا سودا، ولا كان لوح المذبح حاسب ده مش متدشن ده متدشن ده ارثوذكس. ما كانش فيه مذبح اصلا، هو كان مذبح. معقوله مش واصلنا لغايه دلوقتي؟ انتم هيكل الله والله لا يسكن في هيكل مصنوع بايادي، وقد اترأيت بالمليون بالملايين مش عارف ايه. ما يتعمل مبنى حلو ونضيف ملايين بالمليارات، وشباب مقهور مش لاقي يشتغل، وشباب بينتحر وبيبقى بلطجيه مش لاقيين ياكلوا. وايه ده؟ يا سيد أقليلين هم الذين يخلصون. ما قالوش ليه ربنا أنا هصمر خطاياك على الصليب؟ ليه ما قالوش آمن واعلن إيمانك؟ أعلن إيمانك، أعلن إيمانك، أعلن إيمانك، آمن آمن
يا سيد أقليلين هم الذين كان ربنا بيكلمه عن الخلاص من المشكلة الحقيقية العبودية اللي صرخ منها القديس بولس في روميا 7 بعد جهاده أكثر من 10 سنين وقال أنا مش عارف بعمل إيه. في ناموس تاني، من الإيمان وهل ده يلغي الأعمال؟ الإيمان بدون أعمال ميت، كما إن الروح بدون جسد ميت، هكذا الإيمان بدون. هنعمل إيه بالآية؟ هنرد على ربنا إيه لما تفتح الأصفار في اليوم الأخير؟ هنقول له إيه بعد فوات الأوان؟ طبعا هنقول له البابا قال لنا كده، أو القسيس في خلاص نفوسه في الكنيسة المعبدانية قال لنا كده، هيقول له يا ابني أنا قلت سيصير الجميع متعلمين من الله، ليه ما جيتش للراس تسألها؟ لا، في قانون لازم حد يموت، أجرة الخطية موت، ماشي. الملك حب العبد مات عنه، هل العبد بقي قديس؟ هل العبد تغيرت طبيعته؟ اتأثر؟ آه، من ضمن أهداف الصلب عشان نتأثر وتقف الخطية، وأهم حاجة ده بالنسبة للخطية، الطبيعة بتاعتنا عشان تبطل لازم أنا أصلب حاجات في حياتي وأعيش حياة الصلب مع المسيح صلب الذي صلب العالم ليه، عشان أصلب العالم حقيقي زي ما كل القديسين عملوا، صلبوا العالم الذين هم للمسيح، صلبوا الجسد على الأهواء والشهوات. يدي عايزة تتمد على المحمر والمكرونة والصلصة، أقول لها لا صمري. ليه أقود جسدي؟ آه، بس أقمعه. ليه؟ لأن دي عبودية، هي دي بقى الدايرة المفقودة، عبودية. آه، افسده قليلا، ده أبائنا اللي احنا بنفتخر في الكنيسة القبطية بنفتخر، والإنجيل مش هو الأساس، هو الدسكولية وتسليم الأباء. هو فين التسليم الأباء؟ وفين حياة الأباء؟ هو فين تسليم الاباء؟ وفين حياه الاباء؟ التسليم بيقول ان الزواج في الطقوس في الوقت القداس ما بيحصلش عشان نجامل المليونير والمليونيره فبناتهم يلبسوا فساتين عريانه. التسليم الاباء بيقول الاسقف سنه 50 سنه ويعيش حياه فقيره ما ياكلش غير بقول، ما بيحصلش. بي اسقف يبقى وزير وامير ومرسيدس وغني واللي يتكلم. ايوه، ايه ده؟ المسيح قال انتوا بقيتوا عبيد رؤساء الأمم يسودونهم، يعني احنا بقينا مستعبدين زي أهل العالم، وزراء وإيه ده؟ ده مفروض كل ما تزداد الرتبة، من أراد أن يكون أول الكل يصل للجميع عبدا. المسيح قال كده، نفتح مرقص 10 ونشوفها. حطينا معايير لنفسنا. من أراد أن يصير فيكم عظيما، يعني يبقى اسقف، خوري، ابسكوبوس، مطران، كل شويه اعظم، ماشي. يعني كل ما تاخد رتبه اعظم يكون للجميع خادما. طب وده حقيقي ولا جايب مكرسات عشان يحمروا وينظفوا؟ ده المفروض انت اللي تبقى كل ما تزداد الرتبه. من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن اراد ان يصير فيكم اولا، ده المفروض عشان يبقى قدوه، يكون للجميع عبدا. فين المعايير دي؟ الناس مش شايفة صورة المسيح، امال الناس ضاعت ليه؟ عشان كده احنا حسابنا فظيع عسير. فأجرة الخطية موت، والحقيقة احنا قلنا المرة فات ان الموت مش ان الله هيموت آدم، أجرة الخطية موت. لو انت ما سمعتنيش، لا، الوصية ما كانتش عقاب وتوعيد، لا، ده زي طفل بيلعب جنب الشط وأبوه قال له لو دخلت المية وغرقت أنت اللي هتموت، أنا بره الموضوع يا ابني، أنت هتموت لأنك هتنقطع عن مصدر حياتك، أنا مصدر حياتك، الهوى مصدر حياتك، أنت هتموت مش أنا اللي هموتك. فأجرة الخطية موت، يعني الله صمم الإنسان يعيش روحيا طبعا بس باختياره، هو حطه في جسد زي ما حط آدم في جسد وامتحنه، آدم اختار يعيش بالجسد والثمرة الشهية وفتحت عينه، طبيعته اتغيرت، فعرف حواء واستوطن في الجسد، فطبعا لازم يتجوز وماشي وما فيهاش حاجة وربنا مش زعلان، بس حياة الملكوت اللي خلقها عشانه لا يزوجون ولا يزوجون ولا في شراب ولا أكل، ملكوت السموات ليس أكل وشرب، يعني في السماء حياة روحية بس. القديسين فهموا كده فتدرجوا، كانوا بينموا ويتغوا في الروح لأنه فهموا من الراعي، تتبعوا الراعي، فهموا القدوة، تتبعوه، عملوا زيه، فهموا الحكاية، فهموا الحياة اللي خلقنا عشانها، الموضوع مش حلال وحرام وخطية، فهموا الصورة اللي خلقنا عشانها، إن عايزنا نتولد تاني ونبقى طبيعة تانية ويكون هو أبونا، لينا أب واحد، ما ينفعش يبقى لنا أب تاني ويقول لنا اختاروا تبقى أبوكم الجسدي ولا أبوكم الأرضي.
عشان كده لما قال كل من يصنع مشيئة أبي في السماوات هو أخي وأختي وأمي وأبي، لا ما قالش أبي، قال يكون أخي وأختي وأمي. ليه يا رب؟ كل من يصنع مشيئة أبي، عدت علينا مثل ملايين 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 الحاجات يعني، ما حدش يعني لا تؤخذون، ما عدت علينا حاجات كتيرة وما حدش علمنا. كل من يصنع مشيئة أبي في السماوات هو أخي وأختي وأمي وأبي. لا أنا ما قلتش وأبي. طب ليه يا رب ما قلتش وأبي؟ إيش معنى أمي؟ لأن التصميم بتاعك يا ابني أكون أنا أبوك بس، ما خلتش يوسف النجار ليه يا رب؟ طب يكبر، المخطوطات بتقول كان سنه صغير، أو حتى المخطوطات مالناش دعوة بالمخطوطات، تقدر تعيشه لغاية يعني يكون تحت الصليب، يكون أبوك، يشيل عنك أحمالك، يريحك نفسيا، يستناك برا القبر، يستناك وانت بتتجلد تشوف أبوك بدل ما هي أمك بس. لا ما ينفعش، لازم يبقى لي أب واحد بس، لأن الأب هو مصدر ال 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 الذين ولدوا ليس بمشيئة أم، لا مش بمشيئة أم، بمشيئة رجل. الذين ولدوا ليس بمشيئة رجل أو مشيئة أب أو مشيئة دم، بل من الله ولدوا. يبقى ليه أب مصدر خلق، مصدر حياة، لأن الأب هو مصدر الحياة. فهو عايزنا يكون أبونا، نتولد منه هو، نتولد من الروح، نبقى طبيعة تانية خالص خالص غير اللي في العالم، اللي في المسيح خليقة جديدة. الآيات مش واضحة، حياة القديسين مش واضحة، عمي لهذه الدرجة، احنا صرنا عميان. حياة المسيح، طب حياة القديسين، حياة يوحنا المعمدان، حياة بولس الرسول، كفاية بس النماذج دي. يوحنا المعمدان والمسيح، واحد بشري كان ينمو ويتقوى في الروح 30 سنة. 30 سنة ايه؟ طحن بيغفر بيطلب غفران خطية؟ لا، كان بينمو عشان يوصل لصورة معينة. والمسيح نفسه نموذج اهو، المسيح نفسه ويوحنا المعمدان وبولس الرسول في أصوام واضطهادات، أنتم مكرمون، أما نحن بلا كرامة. إحنا بلا كرامة، مش نحن، لا كرموا الأسقف وكرموا المطران. لما هو إنجيلك كلمة الله الخالق إلهك اللي هدينك بتقول نحن بلا كرامة، أي راعي يقول نحن بلا كرامة، أي مطران أي أسقف يقول نحن بلا كرامة، الإنجيل بتاعك بيقول كده، كلمة الله إلهك بتقول لك كده، اللي هتحاسبك وهتبقى سيف، مش الكلام اللي زي رعاة بيقولوا اليومين دول، اللي يقوله لك أبونا يبقى سيف على رقبتك ومش لازم تفهم ده، لو أنت مصدق أنه يدخلك السماء. ده فين، فين الله في الموضوع أصلا؟ هو فين الطريق؟ فين الكتاب المقدس كله من نوح، من ابن الفلك لغاية المسيح والطريق الكرب كله؟ الكتاب الطريق كله اللي قاله لي أبونا من غير ما أفكر يبقى سيف على كلام أبونا اللي سيف على رقبتي. مين أبونا؟ طب وكلام الله؟ هو فين الطريق؟ أنت ما قلت لناش الطريق. أي إنسان بنحترمه وحذائه فوق رأسنا، هارون، ربنا ليه ورانا هارون؟ أول رئيس كهنة، قال لي على الناس عريانة ملط رجالة وستات، وما حدش ولا راعي ولا بطريرك ولا بابا ولا أسيس في خلاص النفوس ولا بابا في روما ولا في روسيا ولا في اليونان راضي يقرب للقصة دي. أول راعي قال لي على الناس عريانة ملط وجاب عجل وهو اللي عمل العجل، وما حدش راعي راضي يقرب من القصة دي. ونزل موسى بيقول وجد الشعب معرة قدامنا. احنا نفكر 5 دقايق ان احنا ضمن الشعب، هل هنقول ده سيدنا اللي العصاية بتاعته أفرخت؟ ده سيدنا، سيدنا، أيوة هو سيدنا هارون، آه هو البطرك سيدنا، بس أنت قدامك اختيار، سيدنا الكلام اللي قاله سيدنا إن عمل العجل بنفسه وقال لنا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر غدا عيدا للرب نطيعه. طبعا أنا أحترمه كده كده، بلطجي ولا سيدنا ولا واحد ولا واحدة، كل الناس نحترمها، ده الكتاب قال لنا كده. في السامير الصالح حمله وشاله وعطل صفا، أي إنسان أخدمه، لكن دي حاجة، وإن يكون هو الرأس والقانون اللي أمشي عليه دي مصيبة، دي حاجة تاني خالص. وأبقى عبد ليه اللي يقوله سيدنا، وأعتقد إن دي القداسة. هنشوف بعد شوية المعايير بتاعت المسيحي،
المعيار يكون ايه؟ دخل واحد مستشفى، ايه المعيار؟ ايه لازم مدير المستشفى يكون دكتور بجد، مهندس بجد، مش اي حد وخلاص. ينبغي يعني ان يطاع الله. فين الله بتاعي؟ سيدنا على العين والراس. احنا اختلط الامر واتخدعنا. ايوه كل الناس على العين والراس وحذائهم فوق راسنا، بس يكون الهي مش حاسبينها. زي بطني إلهي أنتم عبيد الذي تطيعون. المسيح كتبها لي بالنار على العرض كده، السماء كلها أنتم عبيد الذي أنتم عبيد، زي ما عمل آدم أنا بطيع بطني. طب ما بطني بيت إلهي. هو البطني أيوة بطني من عبدتها طالما أطعتها. حوا بيت إلهي. إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم لآلهة ليس بالطبيعة آلهة، زي ما قال في غلاطية. احنا عشان مش فاهمين بقينا عبيد لناس لأشياء واحنا مش دريانين. أجرة الخطية موت، فلازم الملك يموت. ماشي الملك مات عن العبد بيحبه، العبد ايه يعني اتغيرت طبيعته؟ سأموت عنك يا ابني، هل اتحلت المشكلة؟ احنا اولا احنا ما بقيناش قديسين، امنا ان المسيح مات عني، ماشي فين النتيجة؟ تاني حاجة المشكلة مش في الخيانة، وكانت الحل هو موت الملك عني. نركز بس في المسيح قالها لي فروقه كتير زمان. المشكله مش في ان الخيانه والموت، هو ايه الموت اللي حصل؟ ايه الموت؟ الموت ان انا لم يعد الله حياتي مصدر حياتي، الملوخيه هي مصدر حياتي، وكرامه الناس ورد فعلهم ونظرتهم لي هي حياتي، والتكييف في الحر هو حياتي، والمصايف والميوهات والميه هي حياتي، والاكل وملوه بطني من مكرونه الاسباجيتي هي حياتي، والفلوس لما حد يديها لي بيحصل لي فرح هو حياتي. ما هو مربوطة الفرح والشبع بالإله، فهو حياتي. فالموت اللي حصل لنا احنا انفصلنا عن الله. المشكلة الحقيقية ان آدم اتفتحت عينه اتغيرت طبيعته تماما وصار حسب رئيس هذا العالم. والموت اللي اتكلم عنه ربنا هو انفصالي وانفصال آدم عنه، مش عقوبة هو هيضرب لا احنا انفصلنا عن الله زي ما آدم انفصل عنه، ما ارتبطش بيه أصلا وما اختارش يحيى ويتحرك بكرمته بيه. هو ده الموت الحقيقي. لكن موت الملك عني، موت المسيح عني، كلنا ما بقيناش صورة. احنا بنكره بعض، احنا الاخ بيكره اخوه ونبقى شمامسه في الكنيسه وبنكره بعض. فين صورة المسيح؟ ورئيس دير بيطرد، ورئيس الدير بتطرد الراهبات، انا اعرف بالعشرات مش واحد او اتنين، ظلم. فين صورة المسيح؟ فين المسيح نفسه؟ يعني انا عايزين نشوف المسيح فينه؟ فينه في انسان؟ ما هو المفروض انا تلك الصورة عينها. فين بعد السنين دي كلها؟ هل موته عني وإيماني إن مات عني واعترفت بكل خطاياي، مش نبقى صادقين مع نفسنا؟ هل بقي كل واحد صورة المسيح عينه؟ نبقى صادقين مع نفسنا، بقينا صورة المسيح؟ ما المفروض نبقى تلك الصورة عينها، نبقى شركاء في الطبيعة، نمتلئ كل ملء الله فنصل إلى قامة ملء المسيح، ونبقى واحد فيه، ونبقى صورته ومثاله نفس صفاته. هل ده حقيقي حاصل؟ ما قالش ربنا سأدفع ثمن خطيتك، هو قال هسمر خطيتك يعني هنساها، لكن ما قالناش سأدفع الثمن فستصير كاملين، ما قالش كده. ما قالش للشاب اللي في لوقا 13 آمن بموتي، قال له ماذا قليلون هم الذين يخلصون، ما قالوش آمن بموتي. نركز شوية، نركز، ما قالوش آمن واعتمد واختسل فتصير كامل، ما حصلش. ده بيقول إن أردت أن تكون كاملا بع كل مالك، الكلام بالعربي باللغة العربية الفصحى. من لا يترك جميع أمواله لا يستطيع أن يكون لي تلميذا، الكلام واضح باللغة العربية والله ترجمه بكل اللغات. ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أخوات أو حقولا أو أبا أو أما أو امرأة، الكلام بكل اللغات. نسأله قبل فوات الأوان، محدش يصدق حد، نسأله هو.
فالمسيح قال له ما قالوش أنا هموت عنك فهتتحل المشكلة. المسيح قال له كلمة واحدة، يعني حرام تضيع الأبدية علشان احنا مش عايزين نفهم، لأن احنا مصرين على شبع اتعودنا عليه وتخدرنا بيه. المسيح قال له اجتهدوا، لو ما قالهاش راعي ولا أسيس ولا مطران ولا بطريار مش عذر، لو كل البابوات لم ينطقوها مش عذر. إلهنا اللي خلقنا اللي احنا مديونين ليه، والملكوت ملكوته مش ملكوت أبونا، ولا الأسيس اللي في خلاص النفوس هيدخلني ملكوته، ولا البطرك ولا بابا الفاتيكان ولا بابا روسيا ولا بابا السوريين ولا بابا الأقباط، هو ده ملكوته هيدخل. ده هو الله الخالق ليه ملكوت، اللي عايز يدخله لازم يطيعه هو. مش هينفع أدخل ملكوته إلا لو أنا فعلا انقدت لكلامه وعملت بيه، وكان هو الراعي بتاعي وكان إلهي. هو قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق وبس. نستعد نجاوبه لما نطلع فوق، هيقول لنا أنا قلت يا ابني اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأن الحق أقول لكم كثيرون أرادوا. احنا المفروض نترعش 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 ونخاف نخاف. كثيرون أرادوا، يعني حتى أنا صادق، ناس كتير بتقول أنا صادق، برضو الصدق مش كفاية، الخطوة اللي بعديها. كثيرون أرادوا، المسيح قال إن في أرادوا ولكن ولم يقدروا، مش ولن يدخلوا. نركز في الكلام ونطلب من ربنا نعمل الأبدية تستاهل، نطلب ونطلب ونطلب، نركع ونصلي كده وندخل المخدع ونغلق الباب، دي يستاهل. نقول له يا رب إيه أنت قلت إيه، قليل اللي وجدوا الباب، مش قليل اللي دخلوا. لا هيقول لي لا أنا ما قلتش قليل اللي دخلوا، طبعا اللي دخلوا قليل جدا، لكن أنا قلت قليلون هم الذين وجدوا الباب. اللؤلؤة في العمق، الكنز لازم تبيع الحقل عشان تشتريه. فين اللي انت مت عشان، فين اللي انت تركته؟ هقول له البابا ما قاليش الأسيس وأبونا والقسم، هيقول له أنا إلهي وده أنا إلهك يا ابني، وده ملكوتي يا ابني، مش ملكوت الأسيس ولا ملكوت البابا، ده ملكوتي يا ابني فوق. فربنا أشار للخلاص اللي أنا محتاجه، ربنا أشار للخلاص اللي أنا محتاجه، محتاجه بجد مش بكذب. الخلاص والحرية من الناموس الثاني، من رئيس العالم، اللي بولس الرسول صرخ ويحي أنا الشقي من ينقذني. إيه ده إيه ده إيه ده، أنت مش اخترت يسوع مخلص ليك، اخترت. إيه ده إيه ده، أنت ما أمنتش بيه، أمنت وتعبت أكثر من جميعهم. لا يبقى نعدي الإصحاح ده علشان مزعج. طب وبعدين أنا بخدم الله بناموس ذهني؟ لا مش ممكن، لكن بجسدي ما زلت أخدم ناموس الخطية؟ لا لا، يبقى أنت ما تحررتش. أبونا قال لنا في الكنيسة ده كان ده أنا اتقال لي أنا في دير، أنا كنت دخلت دير تحت الاختبار ثلاث أديرة في مصر وفي ألمانيا وفي أمريكا، ففي دير من الأديرة رئيس الدير قال لي أنا شخصياً، قال لي أنا شخصيا. لا ده كان شاول كان بيحكي عن حالته، بقوله يا ابونا بس ده مكتوب الآن لست أنا بل الشر حاضرا عندي. فالآن ده القديس بولس بيكتبها بعد تقريبا 12-13 سنة من معرفته للمسيح. لا قال لي بص ده هو وشاول خلاص احنا تحررنا وبقينا قديسين وناكل اللي احنا عايزينه كمان، احنا قديسين. قلت له لا انا لو قديس هبقى شبعان من ربنا زي كل الانبا بولا والقديسين دول. قال ده حاجه تاني الانبا بولا. قلت له لا مش حاجه تاني، شكلك مش مطيع. قلت له لا انا عايز افهم، الله يحاسبني طبعا يوم القيامه، ما فيش حد يقول كلام كده عشوائي، ده الحديث اللي بيني وبين رئيس دير في مصر. قلت له لا طبعا انا فعلا بسال عايز افهم ليه القديسين عاشوا كده. وليه القديس بولس صرخ ويحى أنا الشقي، وكان مضارع، كان بيتكلم عن فعل مضارع. فين اللي عمله المسيح في حياة القديس بولس؟ ليه لسه بيصرخ؟ لأن لسه ما اتصلبش معاه. هي بقى النقطة المهمة دي اللي تايهت عن ناس كتيرة زي ألاف النقط، لأنه ما اتصلبش معاه لسه الصلب الكامل، لسه ما ماتش الموت الكامل، لسه الذبيحة ما تحولتش الرماد،
ده أنا بقول حاجة المسيح علمها لي وقال لي السر اللي خلى القديسين واللي خلى يوحنا المعمدان في البرية 30 سنة كان بينمو يتقوى في الروح. إيه اللي فهمه؟ فهم إن في سرعة عشان يوصل لها لازم يتحول لرماد، وكل حاجة في إنسان العتيق تضيع وتموت وتفنى. دي كلام الإنجيل. وبعدين المسيح اللي فيه ينمو شبع روحي يشبع بالصلاة، صلوا كل حين، فاستمر يصلي كل حين وبلا انقطاع ولا يمل 30 سنة لغاية المسيح اللي فيه كبر كبر، فبقي صورة تانية للمسيح. لكن في الأول القديس بولس ما كانش مات بشبه موت الرب موت كامل، ما بيقول أتشبه بموته، كان لسه ما وصلش لتشبه بموته، هو بدأ لسه ما اشتركش شركة ألمه كاملة، هو بدأ قدم ذبيحة خطية وسلامة، لكن لسه المحرقة لسه في حاجة عتيقة، لسه ما صارش ذبيحة محرقة، النار لم تحرق كل إنسان العتيق، والله اللي لسه فيه ما نماش، فلسه في ناموس تاني لم يتحرر منه بعد، لسه ما حصلوش قيامة في الوقت ده. قيامة يعني لسه ما رجعش لصورة آدم الحر العريان اللي ما كانش فاهم حاجة، كان ليه عيون مش شايفة، لسه ما رجعش كان لصورة آدم. دي الإجابة، كانش لسه رجع لصورة آدم الحر اللي مش تحت سلطان، لسه ما جهزش الجهاد القانوني الكامل، لسه ما جهزش الجهاد اللي حتى الدم، هو بيقول لم تجهدوا حتى الدم. فين الكلام ده واحنا ناكل اللي احنا عايزينه ويسوع عمل كل؟ فين لم تجهدوا بعد حتى الدم؟ وهنقول ايه ربنا ونجاوبه ايه قدام الايات دي؟ لا يكلل احد ان لم يجاهد قانونيا. فين الجهاد القانوني؟ مش نسأل ربنا ايه الجهاد؟ جهدت الجهاد الحسن وحاربت كل الحروب واكملت السعي وحفظت، فين الكلام ده؟ الماء ربنا مات عني وما تقللش الصليب. ايوه ده دور الله، فين دورك انت؟ فين دورك انت؟ مش فاهم اسأله، وما تاخدش المعلومة من انسان وما تضيعش ابديتك وبراحتك. المسيح قال ان اردت ان تكون كاملا بيع كل مالك. قال للشاب اللي كان عايز يودع اهل بيته، نقول له يا رب ايه قصدك في متى 8 الشباب اللي بتكلمه ده وفلوقة الشباب دول؟ قال له مجرد عايز يودع اهل بيته. قال له انت بتنظر للوراء، ليس احد يضع يده عن محرسه وينظر للوراء يصلح. قال له ادفن ابويا. قال له دع الموتى يدفنون امواتهم. ايه ده؟ في ناس بيقولوا لا دع الموتى ادفن ابي، انا استنى لغايه لما ابويا يموت. لما بيقول له اتبعك ولكن دعني اولا ادفن ابي، قال له اتبعني لوقتي دع الموتى يدفن أمواتهم، بغض النظر أنه هيستناه أو كان مات بالفعل. المهم ما تركزش في أي حاجة غير في الملكوت، لأنك أنت ممكن تموت النهاردة، وكل يوم زي ما ربنا قال أنا بسمح بالنوم ليه؟ علشان ده معناه أنكم كان ممكن تموتوا كل يوم، كل يوم بديكم فرصة جديدة، كل يوم بديكم فرصة جديدة، كل يوم بديكم حياة جديدة. افهموا، كان ممكن تنتهي حياتكم النهاردة، أنتم مديونين ليا أنا، أنتم مفروض تبقوا المديونين ليا أنا بس. نفتح المراية ونشوف نفسنا، إن متنا معه وإن صرنا متحدين بشبه، فين الآيات دي؟ اجتهد أن تدخل من باب الضيق. فالمشكلة بتاعتنا إن إحنا مش شايفين، ما في حاجة ما منقبة داخلنا، خداع جوانا، ناموس تاني مش شايفينه. عشان كده كان أول حل في العهد القديم الختان، يعني انكشاف، أشوف الحية القديمة اللي فيا. ربنا قال لي اتبعها وكشفها، وبعد كده تتعمد، يعني تدخل في عهد جديد. الأول عهد قديم أفهم، أيوة أتوب، أنا محتاج توبة، التوبة دي فلا توبوا قد اقترب ملكوت السماوات، يعني أنا أول عهد أتعهد بين ربنا أبتدي أتوب. نفهم الترتيب، أتوب ختان، نفهم الترتيب من جهة الختان مختون. القديس بولس بيقولها، هو مش بيتكلم على التاريخ، الكتاب مش دعوة بولس الرسول، مش دعوة بالمسميات ولا بيوحنا عدن، أنا ليه دعوة بكلمة الله من جهة الختان مختون. فوراني ربنا إن في ترتيب. العهد القديم ده مش تاريخ، ولا العهد الجديد ده تاريخ بعده. الكتاب كله لازم أعيشه. في البداية أنا محتاج ختان وكشف وحرب
وبعد كده محتاج أبتدي أتولد بعد ما نضقت وكبرت زي ما وراني المسيح، واختار ان الله يكون ابويا اللي اتولد منه هو، وما يكونش ابويا الجسدي بعد ابويا. فالمشكله مش خطيه وجحيم، وجي ربنا انقذني من جحيم وسعى ان يطلعني من الجحيم ونزل الجحيم وطلعني، وبعدين بعد ما طلعت من الجحيم فين صوره الله ومثاله؟ طلعنا من الجحيم وقراءات ماشي من الكلام ده صح، بعد ما طلعنا من الجحيم هظل اتوب بقى وكل خطيه ربنا يرفعها، وبعدين فين النمو؟ نمو احنا عشنا وموتنا في عهد قديم، لسه في ختان قلب ولسه في توبة، ده عهد قديم. فين العهد الجديد؟ بداية الطريق لو مسكنا الكتاب المقدس كله، صار نوح مع الله بدأ يبتدي ربنا يكلم الإنسان ويقول له تعمل إيه عشان تنقذ من العالم. بداية سماع الإنسان لله وسماعه إرشاداته وخطوات الطريق عملي والجهاد العملي والقانوني وبدقة بسبب محبة هذا الإله عشان نحبه، والتدقيق في كل كلمة، إن فيه يبقى فيه ثلاث مستويات في الفلك، ولازم يبقى فيه قار من جوه ومن بره. من بره يعني العالم أقفل الأبواب ما شوفش، ومن جوه أنا نفسي فكري من جوه يبقى فيه قار أفصل وأجاهد ما تجاوبش مع فكري. هو ده الإنجيل، ده كان الإنجيل بالنسبة لنوح، كلامه معاه وسماعه لصوته. فبيورينا من البداية من العهد القديم من الكتاب كله لما نركز فيها نلاقي إن الموضوع علاقة الله مع الإنسان وأخذ الإنسان من الله الخطوات، زي ما هو نفسه المسيح قال سيصير جميع متعلمين من الله، وانقياده من الله بس، حتى لو في كهنة حتى لو في وسطاء، بس الوسيط هنشوف بعد شوية برضو لفترة ما وقلناها كتير، دي مرحلة من المراحل. لكن الطريق كله نقطة، البابا ما قالناش ولا الأسيس فخلاص نفوس ما قالناش، ده مش عذر. الكتاب بيقول نتتبع خطواته، في خطوات في عرض وطول وعمق وعلو، ما دي الكوارث الحزن اللي احنا فيه. فين النمو؟ ما نشوف الحياة الجسدية، الجنين بيتكون امتى اتكونت؟ هل حسيت؟ دي قالها لي كتير ربنا، هل انت حسيت بتكوين الجنين في البداية؟ هل حسيت بينمو وشايف النمو وحصل بعد كده قيامة ونكمل مرحلة تانية، الولادة من الماء والولادة من الروح؟ هل عرفنا ان في مرحلتين اساسيتين في الاول، توبة 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 وتنقية وفعلا غسيل، وانا وفي نفس الوقت بصارع لانه في روح من الله بدأت تتولد فيه. اللي ما بدأش اصلا مش هيحس بالصراع، النقطة دي اساسية، اللي ما بدأش مش هيحس بالصراع. ليه ناس كتير مش حاسه بصراع؟ ما هو ما فيش يعقوب في حياته، هو عيسو بس، تزاحم الولدان. لكن اللي بدا بجد هيحصل زحام وهيحس باللي حسه القديس بولس، وهيصرخ كل يوم ويئن زي ما كل القديسين بيئنوا، بنبكي على خطايانا واحنا لم نبدا بعد. ايه الكلام ده كله ده؟ ما هو في يعقوب اتولد، لكن احنا مش الكل يعقوب اتولد، فمش حاسين بالانين ده. فربنا ورانا الكتاب بالطريق من البداية، بداية الطريق بجد، إحساس الله إنه حقيقة في حياتي، مش نشوف البشر دول نوح وإبراهيم، مش نشوف اللي كتبه لنا ربنا. وإبراهيم ابتدى يكلمه ربنا، اترك أهلك وعشيرتك. طبعا الأول أخنوخ، صار أخنوخ مع الله وما نعرفش أي حاجة، قبل نوح صار أخنوخ مع الله ولم يوجد. عايز يقول لنا في ناس مش هنشوف فيهم أي جهاد، لكن يكفي تعرفوا المعلومة دي بس، إن أنا بقيت في حياتهم وصرت معاهم، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد. ابتدى يدخل في تفاصيل أكتر مع نوح، لا لازم بيبقى فيه جهاد، بس كان المعلومة من شدة أهميتها اللي هي إن الله يبتدي يبقى حقيقة في حياتي من أول الطريق لآخره، قال لنا عن أخنوخ في البداية، صار أخنوخ مع الله.
فكل واحد يشوف نفسه هل صار مع الله والله هو حياته الوحيدة وصار هو حياته من أولها لآخرها، كون علاقة بيه حس بيه. فاختصر الموضوع أول مع أول شخص اختصرنا بيه الموضوع أخنوخ. بعد كده نوح ورانا ان في جهاد ده لازم، بس الاهم من الجهاد علاقه، احساس، ابوه، مشاعر، تبادل عاطفي بيني وبين الله. صار اخنوخ مع الله. بعد كده دخل في نوح قال لنا بس بجهاد بعد كده لازم تجاهدوا. انا بس بفهمكم العنوان العريض الاساسي، انا بقول لكم الاساس، المعلومه الاساسيه الاهم الاكثر اهميه، انك لازم تمشي وتصير معايا واكون انا في حياتك وتحس بيا. بعد كده لازم تجاهد وجهاد مدقة، يا إما مية العالم هتغرقك. ربنا مش محتاج، كان كقصة تاريخية في التاريخ بجد بجد، شخص نوح ما كانش محتاج يعمل فلك عشان ينقذ نفسه والحيوانات، تبقى قصة يعني ليه الناس مش مصدقينها، كوميديا لو الله قادر على كل شيء. وطبعا كهنة وأساقفة ورعاة وأساس خلاص النفوس ما عرفوش يجاوب الجواب ده بره. إن كان إلهكم ده كان نقاش قدامي من ملحد، إن كان إلهكم بيسأل يعني ناس في الكنيسة، إن كان إلهكم قادر على كل شيء وفتح البحر، فتح البحر ونزل من في الصحراء، نزل من في الصحراء وشق الأرض ومع مش عارف إيه وقع على صور، عمل كده. طب إيه يعني ما يقدرش ينقذ نوح؟ اللي جاوب قال دي ربنا اختار كده، ما اختار ليه؟ كان ضعيف في وقت من الأوقات؟ طبعا مش دي الإجابة. إيه اللي اختار كده؟ ايه اصل الميه كانت هتغرق العالم، ليه يغرق العالم كله؟ عشان يموت الناس. طب ما ياخد ارواحهم، ما حدش عارف يجاوب. طب ما ياخد ارواحهم، ياخد ارواح الناس دي فعلا، ليه الميه دي والبلبطه والدنيا تبقى وحل وطين، ليه المرمطه دي؟ ليه ربنا اله بلبطه واله تبقى او حال الدنيا الكره الارضيه بقت وحل طين ليه؟ طيب إيه علشان يموت الناس؟ ما ياخد روحهم، بلاش ياخد روحهم، ما يخلي نوح في حته، هينزل ميه نفسه في الميه، هو غاوي ينزل ميه، ما يحط نوح في فوق جبل ويطلعش مستوى الميه، يعني خلاص هي ما هيغرقوا الناس لو ارتفعت الميه 10 متر 20 متر 30 متر 100 متر، ده هيغرق ان شاء الله، كان عويم هيغرق. هو خلاص هو غاوي ميه ربنا، طب ما يطلعها فوق قمه جبال القلب، ولا وخصوصا هو كان ناحيه اسيا يعني جبال الدنيا فوق، ما يطلعها فوق قمه جبل. اذا كان الموضوع حبكت ان هو غاوي ميه، لكن هو الموضوع جهاد. فاللي مش فاهم الموضوع روحي مش عارف، مش هيعرف راسه من رجليه. وقال الرب لابراهيم اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك، ده في تكوين 17، وسر امامي وكن كاملا. اترك اهلك وعشيرتك ده في تكوين 12، لكن لما قال له سر امامي وكن كاملا في تكوين 17، وبعد كده قدم ابنك، ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ بيقول لنا من البدايه انا علاقه مع اخنوخ، مع نوح في علاقه، كلمني واكلمك، اسمعني، اطلب مني تسمعني، اطلب مني تبقى ابنا حقيقه في حياتك. الكتاب المقدس كله بيحكي عن كده، مش خطيه وسمرها بالمسامير وبعدين وانا ما اعرفوش ومتشكلتش على صورته، فين الهدف؟ يعقوب بدا يسمع لصوت الاول، صوت الملاك اللي هي امه، ما هي اما مباشر او غير مباشر، زي ما يوسف النجار كان بيجي له ملاك، أرسل ملائكتك، ملاك شخص منقاد بروح الله زي يوحنا المعمدان. في البداية ممكن نسمع صوت الله عن طريق ملاك، أرسل ملائكي أهيئ الطريق عن يوحنا المعمدان، وكل ملاك في أفسس، ملاك برغاموس، برغ سمرنا، ملاك ممكن عن طريق الله بطريقة مباشرة زي أخنوخ ونوح وإبراهيم، وممكن بطريقة غير مباشرة، اذبح الجديين يا ابني لو كنت انت عايز تنقذ نفسك. سمع لصوت الملاك، ذبح الجديين وراح وسلم بقى الله، وسمع صوت وسلم منصوبه من الارض للسماء، ووزى الرب واقف
أنا إله أبيك إبراهيم وإسحاق، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك لهذه الأرض، لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. تفتكرين 28 يعني حقيقة الله، ده لازم يبقى حقيقة، دي مش قصة تاريخية، مش دعوة بيعقوب ولا بمسميات، ده كلمة الله بتقولي لازم أبقى حقيقة صار أخنوخ مع الله. وتكوين 31 قال الرب ليعقوب اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض بلادك. وتكوين 32 صار الله يعقوب مع الله وغلب. 35 قال ليعقوب قم اصعد لبيت إيلو واعمل مذبح. كل الصراعات مع عيسو ولبان وحروب روحية وينزل الملاك لدانيال أنت الرجل المحبوب ويوسف وأحلامه. وجي بقى العهد الجديد المسيح بيأكد لنا خذ الصبي وأمه اهرب إلى أرض مصر، ابقى هناك حتى أقول لك، ارجع اذهب إلى أرض إسرائيل. مات الذي كانوا يطلبون نفس الصبي، مات الذين كان، لا كانوا مع أن هيرودس بس اللي كان عايز يقتله، لا في ناس كتير عايزة تقتلنا، الناموس اللي جواي عايز يقتلني، الناس اللي حواليا، سقطت الأمطار هبت الرياح، ده ثلاث حروب الناس مش داريانا بأي حاجة، لأن احنا أغلبيتنا غرقانين في المية، لا مش حاسين بمية. اللي غرقان تحت المية لو نزلت أمطار هيقول لك فين الأمطار، أنا مفيش أمطار، يسوع بيحبني وأنا باكل الرنجة بالبصل، يسوع بيحبني، ده راهب صديقه زي الملاك طبعا، يسوع بيحبني وأنا باكل الملوكية والملوخية. قلت له ما بيحبك، مفيش حروب. قلت له أنت عشان غرقان، جات الرياح ما انت مش حاسس بالرياح، ما انت في عمق المحيط الأطلنطي ما تحس برياح، سقطت أمطار ما انت مش حاسس بأمطار، جاءت الأنهار ما انت غرقان اوريدي، يعني زدنا في دقيقنا احنا تحت في المي، انت مش حاسس باللي بيطلبه الصبي منك ولا ايه؟ وكان الصبي ينمو يتقوى في الروح وينمو في الحكمة والقامة والنعمة، واخرجه الروح للبرية، وهذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فمن أيام أخنوخ كل ده الكلام ده مش ليا، كله مش ليا، كلامه مع إبراهيم مش ليا، ويعقوب مش ليا، وكل ويوسف ودانيال وثلاث فتية والمسيح نفسه، كله مش ليا. هو خد خطيتي وحطها على سمرها وما تقللش من فداء المسيح، والكتاب كله فين المسيح؟ طيب في دنيتي يعني أنا أمنت بيه، أيوة بنت من سمعه، أنا طول حياتي فين إحساسي بإن جنين تكونت مش وأنا طفل عمدوني، يعني أنا لازم المعمودية حاجة إحنا قلناها كتير، المسيح قالها لي دي حاجة أنا لازم أعملها، مش حاجة تتعمل لي زي الأكل، ما ينفعش حد يأكل لي، ده موت أنا لازم أموته، في ترك أنا لازم أتركه، ما ينفعش حد يترك، في حد ينفع يترك لحد حاجة يقول له أنا تركت لك الأرض فأنت هتبقى قدي، أنا اللي لازم أعمل أترك، لازم آكل عشان أشبع، لازم أنا اللي أتنفس، لازم أنا اللي أتعمد، يعني أقبل الموت والدفن حبا في الإله ده وتقديرا حسيت أنه يستاهل، فأنا قبلت أن أنا عشان أتولد منه هو، تركت ولادة أبويا، فلازم عشان أحيا به هو أترك الحياة اللي كنت عايشها، أموت عن حاجات عشان أحيا به، أنا اللي أعمل كده. في حاجة اسمها عمدوني، يعني إيه أماتولي مش نافعة. وبني إسرائيل بداية الله ماشي معهم في الخروج، بدأ يصرخ الشعب، فالبداية أبحث عنه بنفسي أنا، إني أقوم وأطوف في الشوارع، أخبرني يا ما تحب، دي بداية النشيد. إيه النشيد؟ لازم يبقى في نشيد في حياتي، بداية سعي الإنسان إن يكون علاقة مع خالقه، يتمتع بيه ويلاقي مشاعر الأب ومشاعر الأم ومشاعر الأخ ومشاعر العريس اللي خلقه هو وخلق مصدرها. فطالما يبدأ يوجد روح الله هيبتدي يتولد بروحه فيا، هيبتدي يحس بالصراع، يتولد يعقوب، فاللي مش شاعر أصلا بالصراع هو ما تولدش المسيح فيه. صحيح في طريقين لازم أمشي فيهم، التوبة، ودي قلناها كتير جدا، الناس بتقولي أنت بتقلل الفداء، أيوة ما في طريقين لازم أمشي فيهم، أنا محتاج لتوبة كل يوم. ما هو ده مصر، إيه هي مصر؟ مصرايم. يعني إيه مصرايم؟ طريقان ضيقان بكل اللغات العبرية واللاتينية واليونانية، مصر لازم المسيح اهرب لمصر،
إخوات يوسف علشان الحزن اللي فيه وطبيعتهم المنيالة دي جابهم مصر. لازم مصر المدرسة. وإيه هي مصر؟ طريقان، لازم أمشي طريقان، مصرايم. مصرايم، طريقان، مضيقان، ضيقان، أو طريق ضيق مزدوج. لازم أتوب كل يوم وأبكي على خطاياي، وفي نفس الوقت أمشي في طريق الجهاد اللي ينميني. لازم أمشي في طريقين. هي مصر معناها كده. طول حياتي معرض للخطأ، معرض للخطأ، أيوه، فمحتاج توبة كل يوم، أيوه، لكن طريق النمو فينه؟ مش ماشي في طريق النمو، يبقى انت مهربتش ورحت مصر. ما فيش مصر في حياتك. من مصر دعوته ابني، يبقى انت مش ابنه. ما دخلتش مصر، يبقى انت مش ابنه. انتهت القصة، خلصت. مش ماشي طريقان وقت واحد، الضيقان، يبقى انت مش ابنه. من مصر دعوته ابني، هيقول لي فوق انت مش ابني يا ابني. ليه؟ انا هربت لمصر. انت هربت لمصر. من مصر دعوته ابني، يبقى انت مش ابني عشان ما جيتش ما مشيتش الطريقان الضيقان، ما اضيق الباب وما اقرب الطريق. ما قالش ما اضيق الباب بس، هو مش بينشد اناشيد ربنا، وما اقرب الطريق. في بدايته باب ولاده من الماء، وبعد كده في ولاده من الروح. لازم اعبر المرحلتين. دول الفلسين، دول الدرهمين، دول السفنتين، دول الجاسوسين اللي انقذوني، دول الدينارين اللي هيغنوني. كل واحد بقى ألف الدينارين، هو محبة الأب ومحبة النفس، أو محبة النفس ومحبة الله، كل واحد يألف أو حاجتين، ندور على أي حاجتين. لا، لازم أتولد من الماء، مش مية حنفية نفتح الحنفية ونصلي عليها دي الولادة. لا، في مرحلة محتاجها توبة، بس في بعد كده ولادة من الروح، أتولد منه. أختار ما يكونش أبويا الجسدي، أبويا مع احترامي لأبويا الجسدي، هقول لا، خلاص أنا أقررت وفهمت إن الله عايزني أتولد منه تاني، وعشان أتولد منه تاني لازم أموت عن الطبيعة القديمة عشان أتخلق خليقة تانية، ويكون أبقى عشان أتهيأ أبقى حتى فيه وعضو فيه وبحق وحقيقي، مش تشبيه واستعارة. لازم أبقى طبيعتي مختلفة خالص، أبقى طبيعة سماوية، أرفض كل ما هو في العالم، وأرفض الأمور التي ترى، وأرفض المعايير بالأمور التي ترى. أبونا طالما لابس أسود وبدقني يبقى ده رجل الروح. أيوة، لمستوى معين أنا محتاج وسيط ومحتاج لملاك، بس بعد كده إمتى الروح هيخرجني للبرية؟ إمتى الروح هيخرجني للبرية؟ إمتى الروح هيخرجني للبرية؟ إمتى؟ فين الوسيط في حياة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس؟ لا، دول حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. طب إمتى في حياة يوحنا المعمدان؟ في حياة المسيح النموذج. ليه ما قالش يوحنا المعمدان ها أعمل إيه؟ ما هو من سن 12 سنة كان بيروح للهيكل وكان بيحتاج ويروح هيك، بس بعد كده الروح تخرجنا للبرية. فين الكلام ده؟ فين المراحل اللي مشيناها؟ فين المراحل اللي نامينا فيها؟ فين الخطيه في الموضوع؟ ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي لتنقيتنا وغفران خطيتنا. هو بيقول المؤدي للحياه. تركيز الناس طول حياتهم دم يسوع، لان هدفهم بس رفع الخطيه وما يروحش الجحيم، لانه بيحب نفسه. نفسه هي الهدف بصراحه، نفسه هي حياته، هو نفسه هي حياته، هو الهه. المهم نقف في الملكوت، كانوا بيقولوا لنا في مدرسة نقعد من ورا خالص حتى آخر صف، المهم ندخل السماء. أو فين المسيح العريس في حياتي؟ العريس اللي ما ينفعش فيه وسيط عزول كده بيني وبينه. فين الأب في حياتي اللي اتولدت منه؟ فين الأم؟ وفين الصديق؟ فين نشيد الأنشاد في حياتي؟ فين نشيدك فرحتك بيه؟ فين فرحتك بيه؟ فين
حبيبي لي وأنا له. النشيد فين فرحتنا بيه؟ فين نشيدنا بيه؟ فين نشيد الأنشاد في حياتي؟ فين نشيدك فرحتك بيه؟ فين فرحتك بيه؟ فين حبيبي لي وأنا له؟ النشيد فين فرحتنا بيه؟ فين نشيدنا بيه؟ فين نشيد الأنشاد في حياتي؟ فين نشيدك فرحتك بيه؟ فين فرحتك بيه؟ فين حبيبي لي وأنا له؟ النشيد فين فرحتنا بيه؟ فين نشيدنا بيه؟ فرحتك إنه هيبدأ يخلصك من 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 عبوديتك الحقيقية وطبيعتك. فين الدف والآلات الطرب لأنك حسيت إنك عبرت البحر؟ فين كل حاجة في الكتاب المقدس لازم تبقى حقيقة في حياتك؟ ده لو شعرت بحبه وفعلا حسيت انه بيسعى انه يفكك من قيودك زي ما بني اسرائيل فكك فكوا اسف فكهم من عبودية فرعون، وزي ما بوعز فك فعلا رعوس من فلان الفلاني فشعرت بفرح الحرية. فين فرح الحرية اللي حاسس بيه والنصرة؟ لانك حبيت الاله ده وقدرته، يعني لأن في بحار وأسوار في حياتك وطاغية وفرعون، لأنك أنت رغبت فيه وصرخت ليه ينقذك هينقذك، وقدرت الشخص ده الأب اللي أنت رغبت أنك تتولد منه وشعرت باحتياجك ليه واحتياجك لشبعك منه، فزادت كراهيتك واستعبادك لفرعون. حسيت بالكراهية والاستعباد؟ احنا مش حاسين ان عارف عبودية المكرونة بالاسباكيتي والبدل والهدوم والفلوس والمال والكرامة، احنا مش حاسين بننفع عبودية اصلا، فنصرخ له ليه؟ ده احنا متمتعين بالمكرونة وبالتكييف وبالناس وبالفلوس وبالملايين وبالدولارات، احنا متمتعين بكده، ده دي هي عبودية، متمتعين بعبوديتنا، ده احنا في حزن احنا مش دارين بيه. احنا مش حاسين ان عارف عبودية المكرونة بالاسباكيتي والبدل والهدوم والفلوس والمال والكرامة، احنا مش حاسين بننفع عبودية اصلا، فنصرخ له ليه؟ ده احنا متمتعين بالمكرونة وبالتكييف وبالناس وبالفلوس وبالملايين وبالدولارات، احنا متمتعين بكده، ده دي هي عبودية، متمتعين بعبوديتنا، ده احنا في حزن احنا مش دارين بيه. احنا مش حاسين ان عارف عبودية المكرونة بالاسباكيتي والبدل والهدوم والفلوس والمال والكرامة، احنا مش حاسين بننفع عبودية اصلا، فنصرخ له ليه؟ ده احنا متمتعين بالمكرونة وبالتكييف وبالناس وبالفلوس وبالملايين وبالدولارات، احنا متمتعين بكده، ده دي هي عبودية، متمتعين بعبوديتنا، ده احنا في حزن احنا مش دارين بيه. لكن لما حد يصرخ زي بني اسرائيل ويجي يحررك من فرعون ويفتح لك البحر وشعرت بفرح تحريرك، ده دليل انك فعلا هتقترب منه، كل شويه هتقترب ويكون هو حياتك بالفرح ده، فرح الحريه، فرح انك هتبدا فعلا تتولد منه وتنمو فيه وتنشد له، في نشيد هيبقى في حياتك وتحيا بيه بفرح لانك ادركت انه خالقك والهك وابوك الحقيقي اللي انت اخترته انه يتولد منك مش تتولد منه، وهو يتولد فيك طبعا، مش استسلمت لأبوك الجسد والأم الجسد، خلاص اللي كان بيمتحن بيه ده هو كان بيمتحن بيه. احنا عرفنا يعني القديسين عرفوا فين الحب الحقيقي اللي هيدوم للأبد، فين الشبع الحقيقي اللي هيدوم للأبد. فلازم كل واحد يقرر مين أبوه الحقيقي لمصدر شبعه وحياته، مصدر مين عريسه الحقيقي، ايه ملكوته اللي عايز يختاره، لأن لو ما قررش ووضعش الأساس عشان يبني البرج اللي فيه الهيكل والعريس هيخسر كل حاجة. فناس كتير الهدف مش واضح أو معتقدة هي دخول السماء، والنتيجة أنها بتتكلم على هذا الأساس. كتير من الأديورة نروحها نلاقي الشيوخ يقولوا أن أهم حاجة نبقى مستعدين لدخول السماء يعني أو للدينونة، لكن طريق مراحل نمو صورة الله ومثاله صارت بهتة ومش موجودة. وفي مدرسة الأحد أنا فاكر كويس قوي أستاذي يقول المهم نقف على آخر صف ندخل، المهم بس نبقى على الباب
ده الهدف اللي وصل له بعد السنين دي كلها. فموضوع النمو ما عادش ليه أهمية. فدخول السماء يعني المعايير رفع الخطية، يعني نقف مكاننا، المهم ما نرجعش الورا، المهم ما نسقطش، لكن التقدم في القامة والحكمة والنعمة والكمال. فمفيش عذر لأن احنا ما سألناش من الله الراس، مفيش عذر، محدش حط الأساس وخد التعليم من الله نفسه اللي عاشها، مفيش عذر. سيصير جميع متعلمين من الله، مفيش عذر. ما فتشناش وشفنا المسيح كان عايش ازاي، ما حزناش أرجلنا حسب الإنجيل، ما فهمناش المعايير، ما فهمناش الأساس، ما فهمناش يعني مسيحي، ما فيش عذر. المعايير بقيت الأمور التي ترى. واحد لابس جلابية، طب ما يهوذا كان من تلاميذ المسيح، من أي طائفة اليهوذا؟ يهوذا ما كان من أي طائفة، طائفة المسيح نفسها، ما كانش أرثوذكسي. لكن إيه الفايدة يعني؟ وكان بيعمل معجزات. لو خدنا المعايير، ما هي دي لا تنظروا للأمور التي ترى، بأي معيار بنقيس احنا حازين أرجلنا حسب الإنجيل؟ بالمعيار الإنجيل نفسه، المسيح نفسه هو الطريق، مسكين المعيار المسيح نفسه، النموذج بنقيس بيه. بنقيس بإيه احنا؟ إيه الشيء اللي بنقيس بيه نفسنا وبنقيس بيه الناس وبنقيس بالمكان اللي احنا فيه؟ ولا معناش أصلا معيار عشان نقيس بيه؟ فلان ده خارج الكنيسة، ايه هي الكنيسة؟ ايه المعيار اللي بتقيس بيها؟ ناس كتير بيقولوا احنا مناش دعوة، وناس كتير حتى سألوا في لقاءات ان في واحد اسمه هاني شاف رؤى ومش عارف ايه، فرد الراعي قال لا احنا اي حد بره الكنيسة. ايه هي الكنيسة؟ واحد في كندا او واحد في ماليزيا، واحد في اسبانيا، ما هو كل مكان فيه كنيسة وكل طائفة. انت بتتكلم عن اي كنيسة؟ اي حد خارج الكنيسة مناش دعوة. اي كنيسة؟ ما دول أولاد الله اللي خلقهم ربنا في جنوب أفريقيا وأستراليا، ما هدول برضو خلقته. أنت بتتكلم عن أي كنيسة في أي زمن؟ بتتكلم عن كنيستك أنت؟ طب الكنيسة التانية ولا لا تعترف بيها؟ المعيار هو المكان اللي أنت فيه، وأنت واللي تعرفهم واللي حواليك والرجال اللي هم في الوقت ده اللي مسؤولين، هو ده المعيار؟ إذن المعايير بتتغير. أتمنى النقطة دي توصل. المفروض القانون لا يتغير، الأساس لا يتغير، كل من هو من الحق يسمع صوت الحق لا يتغير. أنا هو الطريق والحق، الحق لا يتغير. فأنت الوقت بتتكلم عن الحق ولا بتتكلم عن حالة مؤقتة؟ أي راعي، أي أسقف، أي مطران، أي بطرك، وتسأل الأيام دي الأسقفة كتير في الصعيد، في المنيا، في أسيوط، في سوهاج، بني سويف، وادي النطرون في اسكندرية، بيقولوا ان سمعنا ان في واحد اسمه هاني قال هتيجي دي، المسيح حزين، المسيح بيبكي. ففي ناس قالوا لا لا، كلام ده طالما واحد خارج الكنيسة. فانت بتتكلم بأي معيار؟ بمعيار الحق. الحق انهي؟ مفروض المعيار هو معيار ثابت لا يتغير، كلمة الله هي الأساس، هي الرأس. مفروض يكون ده المفروض، يعني نشوف الله إيه اللي يرضيه وإيه هي مشيئته. فهل أنت عارف فكر الله وأقريت أن الحق هو مجموعة الرجال اللي في القاهرة اللي مسؤولين عن يعطوا أوامر في الأديورة في الزمن ده في مدينة مصر في القاهرة، هو ده الحق؟ ولا بتتكلم عن حق في بلد تانية في زمن تاني؟ ما ينفعش، الحق لا يتغير، معلومة تايهة. فكر الله مفروض لا يتغير منذ الأزل وإلى الأبد. فكر الله، معلش، في عهد قديم في عهد جديد، وده موضوع تاني، والمسيح اللي علمه لي إن عهد قديم في حياتي ببحث عنه، دخلت عهد جديد، سيبنا من الموضوع ده، خلينا في العهد الجديد. مفروض المعيار لا يتغير، مفروض الحق لا يتغير. إيه هو الحق؟ الحق اللي انت قلته؟ طب انت واثق اللي انت ان انت في الحق؟
أيها الأب المبارك، هل واثق اللي أنت اللي بتقوله؟ هل واثق أنك منقاد بالروح الحق الله يعني؟ طب افرض هتيجي دقيقة فعلا في مصر، ومصر هتبقى برك دم، أنت قلت مش هيجي. طب لما هتيجي ولما هيحصل بركان غضب، هيتغير الحق؟ لسه هتكتشف أنك أنت ما كانش ليك فكر المسيح؟ طب هل في الوقت ده كنت أنت متأكد؟ طب ما الله قال كونوا كاملين، نمسك البرهان الروح من الإنجيل، الله قال كونوا كاملين، وأنا بقول للمسيح علمهن ما أضيق الباب وأقرب الطريق. المسيح ما كانش لأين يسند رأسه، يعني المفروض كل راعي يبقى صورة المسيح، مسيح تاني. يعني لو المسيح ظهر على الأرض الوقت هيبقى ليه رئاسات وسلطات، وهيبقى رئيس دولة وسكرتارية، وهيبقى فيه عنده جاكوزي وينزل، يعني نتخيل هيبقى قاعد في التكييف وهيسيب الناس مش لاقي تاكل ولا يفكر فيهم. وهيقول اللي خارج الكنيسة، طب ما هو اللي في أسبانيا خلقته. ولو راح له واحد يقول له لا اللي مش متعمد من عندي، يعني لو السيد المسيح هو البطرة، لو جه واحد هيقول له أنت لو ما تعمدتش من يدي أنت مش هتبقى مسيحي، وفي اللي في كنيستي هيقول له طب ما هو ما أنا اتولدت في أستراليا، اتولدت في الهند، ما أنت اللي خلقني، إزاي هترفضني وأنت اللي خلقني؟ مش نافع. احنا في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه بنقول لا، البروستانت راعي كبير جدا، بيقول البروستانت مثلا مش هيدخل السماوات. طب اللي اتخلق في الطفل في استراليا، لو الراعي ده لو هو المسيح، لان المفروض كل راعي يكون هو المسيح، هو ده المعيار اللي المفروض نقيس عليه. فالمسيح لو كان واقف فعلا هو بقي بطرك في كاتدرائيه الامبر رويز بالعباسيه، وجاله واحد من جنوب افريقيا من غير طائفه، هل هيرفض يناوله؟ هل هيرفض يدخله الكنيسة؟ هل هيرفض يعترف بيه مسيحي؟ مش هينفع، لأنه هيقوله ما أنت اللي خلقتني. فحتى المعايير اللي احنا بنحطها احنا مش جريانين، احنا بنقول كلام من ذاتنا. وذاتنا أخدع من كل شيء، والقلب أخدع من كل شيء ونجيس، ومن يعرف؟ وما طلبناش النور يفتح عينينا، واعتقدنا ان احنا شايفين. طالما أتممنا الرمز، طالما لابسين لبس معين وزي معين، وهذا لا يتبعنا زي ما قال يوحنا الحبيب، رأينا أناس يا سيد يخرجون شياطين باسمك فمنعناهم. قال لهم ليه منعتهم؟ قالوا له لأنهم لا يتبعونك. لا، ما قالش يوحنا كده، قال لأنهم لا يتبعوننا. ده اللي احنا عايشينه الوقت، الغلطات اللي الله كتبها لنا في الانجيل ما احنا مش واخدين بالنا منها. اللي مش تابعنا ومش لابس جلابيه سودا وبدقن، اللي مش ماسك، اللي مش بيقول كريليسون باللغه القبطيه، الا ده في راعي بيقول في السماء اللغه القبطيه هي لغه الملائكه والتسبيح. انا بنفسي يعني اللي سمعتها يعني. فاحنا عملنا قوانين، الرمز هو الحقيقه، وطالما مش بتقول اللي انا بقوله ولا تتبعني يبقى انا لا اعترف بيك. احنا بنعمل حاجات مش دريانين بيها، رايحين الدين ناخد بركه. ايه هي البركه؟ كنت بسال زمان وانا طفل، يعني ايه بركه؟ يعني اعمل ايه؟ كنت ايه وبقيت ايه؟ فلو كل انسان لوحده في اي زمان ومكان، سيبنا من العالم الوقت، لو كل انسان ما صرخش لله من البدايه زي بني اسرائيل صرخوا، عشان زي ما الأعمى صرخ يفتح الله عينه بنفسه، ما ينفعش حد يصرخ لحد لو هو نفسه دي البداية، لو ما صرخش بنفسه بكامل إرادته الله مش هيبدأ يخلصه، واقف على الباب يقرأ. لو ما دخلهوش بنفسه وراله الفرق بين فعلا موسى وإيليا، وراله الفرق إن ممكن بطرس اللي هو شهد له الصخرة يرائي زي ما ورانا ان بولس الرسول بنفسه وبخ بطرس وقال له رأيت ملوما فقاومته لأنه لا يسلك باستقامة حسب حق الإنجيل. إزاي؟ ده هو البطرك. أيوة بطرك، بس أنا عشان أنا مت وبقيتش أنا وبقيت بقى بنظر بعيون الله، والله اللي فيا هو اللي بيمشيني. فشايف البطرك أو البابا ده اللي هو بطرس الرسول كان بيرائي، محدش بيرضى يقرب من غلطية اثنين، ممنوع الاقتراب من غلطية اثنين. ايه ليه ربنا كاتب لنا كده؟ احنا مش مالناش دعوه ببولس وبطرس. كلمه الله بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انا ممكن اختار راعي انا واعترف بيه واشهد، بس ممكن يبعد.
فانت لو ما عندكش عيون يا ابني، عيوني ومش فاهم الحق ومش في الحق ومش طالب الحق، لو انت ما انكرت ذاتك ومت وبقيت انا الراس، انت نفسك هتتخبط. ما انت شايف بطرس الرسول اللي ان انا اخترته وقلت عليه انت صخره ومدحته اهو برائي. فانت لو انت مش بعيوني انا يا ابني، ربنا هيقول لكل انسان طب ما انا كاتب لك ده في الانجيل، فانت مش هتعرف الفرق بين اللي في الحق واللي مش في الحق. اللي بيقول اي حد خارج الكنيسه، طب ما بطرس كان رئيس الكنيسه. اللي بيقول اي حد خارج الكنيسه ما نعترفش بيه، طب ما بطرس كان رئيس الكنيسه والله افتخر بيه وشهد له انت الصخره وعلى هذه الصخره تبني كنيستي. وبعديها بسطرين ثلاثه قال له اذهب عني يا شيطان. لا ده قبل القيامه. طيب بعد القيامه بولس الرسول وبخه، بولس الرسول وبخه بغلطية اثنين. هل بطرس ما كانش كان خارج الكنيسه برضه؟ ده هو كان رئيس كنيسه. هل بطرس الرسول كان خارج الكنيسه ولا كان رئيس كنيسه؟ هو اي واحد يتكلم كده من بره؟ لا مش اي واحد من بره ولا من جوه، الموضوع مش جوه ولا بره. بطرس كان من جوه جوه، كان جوه الجوات، كان عمق الاعماق، كان تلميذ التلاميذ، كان الصخره. لكن معاييرنا لبسه وشكله ده هيكل وحجر، طالما دخلنا الكنيسه احنا في حضور الله، ده حجر. الله لا يسكن في هيكل مصنوع بايادي. قبل الايمان كنا محروسين تحت مؤدب، بنشوف بالامور التي ترى بس. لكن طالما احنا لسه زي ما قال في عبرانيين معلنا الروح القدس ان طريق الاقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له اقامه، طالما انا لسه في الوقت الحاضر الذي تقدم قرابين وذبائح، طالما انا لسه معيار ماده وشكل وتونيا وتونيا بشكل معين وصليب بشكل معين وبطرشين بشكل معين، يبقى انا لسه مش عايش بالروح. دي فرائض لوقت الاصلاح، دي مرحله. الطفل وهو مش شايف دي مرحله. فين الموت في حياتي والجزر اللي بينزل ينزل ينزل وتأملوا ذنبك الحق وتأملوا كيف تنمو؟ فين النمو اللي بنحصل بقيادة روح الله؟ إن كنا احنا مش فاهمين ومش شايفين ومالناش فكرة الله من البداية وما صرخناش من البداية. لازم يكون كل حاجة من أجل الله ومن أجل حب الله ومن أجل إحساسي بمشاعر الله. البوذيين بيصوموا والهنود بيصوموا، بس لمين؟ وبينتقلوا بالروح وحاجات غريبة قوي، بس لمين؟ طالما مش لله برضو ما ينفعش، ملهاش أي لازمة. أي شيء بيتعمل مش بقيادة روح الله، الله بس بيبني الهيكل بيده. فأي شيء البناء لو ما كانش بيد غير بشرية، مختتين الختان غير مصنوع بيد بشرية، مدفونين معه في المعمودية، وكل شيء الله الذي عبده بروحي زي ما القديس بولس بدأ رسائله، لو كل شيء ما تعملش بروحه هو ملهوش لازمة. البداية يكون الإنسان صادق بيبحث عن الله، ده العهد القديم، وقرر يعبد الله عبادة حقيقية. المشكلة إن احنا في عبديات وعبوديات في مصر واحنا مش دريانين. أطمت ثمرة شهية ما دي عبادة، احنا مش دريانين. احنا في مصر وبنبعت ناس يجيبوا المن في طبق ولا في، ملوش لازمة. طول ما أنا بعبد جسدي حتى بأطمت ثمرة شهية ما ينفعش أعبد الله، ما ينفعش أعبد سيدين. دي أكتر هوة وقع فيها المسيحيين، بيعبدوا جسدهم. أسقف بقى قال ولا البطرك ولا البابا، أنا مش بعبد الله، بعبد جسدي. إلهي قال لي لا تهتموا بهتموا، بقعد ساعة بعمل ملوخية وفاصوليا والفراخ اللي أنا بحبها. هو إلهي قال لا تهتموا بما تأكلون ولا تهتموا قائلين، ما قالش لا تأكلوا، لا ناكل، بس قال لا تهتموا. لأن الاهتمام عبادة، عدم معرفتنا إن دي عبادة ده مش عذر. فإيه الفايدة بهتم وأنا قاعد في أرض مصر وعبد فرعون؟ طبعًا مش عذر إن أنا مش دريان إن أنا بعبد فرعون، لا أنت بتعبد فرعون وبتعبد بطنك وتعبد ذاتك، حتى طاعتك للأسقف في عبادة ذاتك علشان شايلني وشايلك أنا أديله كرامة ويديني كرامة، وخصوصًا لو غني وشكله ذات ودواير ذات. لكن فين الله في الموضوع؟ طول ما انت بتدي جسدك اللي هو عايزه، اقل شيء
البشرية خربت من قطمة سمر، ومحدش دريان بأن الامتحان من شجرة شهية. كان ممكن الامتحان يبقى من طريق يقول له لو مشيت في الطريق ده ما هو انت، لكن كان من شجرة عشان يقول لنا انتوا عايزين تبقوا اختاروا اي مصدر شبع عايزين تشبعوا، اختاروا اي اله عايزين تعبدوه، ستصيران مثل الله. فواقعين احنا في انه انا عايز يبقى لي وجود، بدور على حد يديني كرامة، بدور على اللي يشتهي جسدي بطني. فننسى ان احنا بنعبد الله. لا يستطيع احد يعبد سيدين، اقل شيء عبادة. فمش هينفع اعبد الله، صرت اسقف، صرت بطرك بطيع، وبعمل مطانية للبطرك، ورضيته ورضاني ورضيته ورضاني، كل ده ملوش لازمة، مش هيفيدني. رضيت بطرس الرسول، طب ده الله هو اللي اختاره، هارون هو اللي اختاره. ايوه، امال كاتب لنا ليه الكلام ده ربنا؟ ايوه، بس كان بيرائي وبعد. فما رحناش للمديونين عشان نتعلم إليا ويوحنا المعمدان والثلاث فتية وماكسيموس وديماديوس، بنفتخر بالأقباط، احنا بنفتخر بنفسنا. ما رحناش للمديونين ناخد مشورتهم، نشوف الآباء ونشوف المسيح قال إيه وعاش إزاي وكما صنعت أنا، وما سألناش من المسيح نفسه، ما سألناش، مش شايفين، عشان احنا عميان وما طلبناش النور، بندور حوالين الجبل ورجلنا شايفة وحاسة، ومعاييرنا احنا ماشيين، وبنروح الكنيسة وبنروح الخدمة، وبنخدم فقراء وبنخدم مساكين وبنخدم إخوة الرب وبنخدم المعوقين، وبنخدم برجلنا بنلف حوالين الجبل، بس ما دخلناش كنعان وما تغيرناش، وبنعبد جسدنا وبنعبد آلهة تانية. الموضوع مش أغسل رجلين واحد أو أخذ رضا الأسقف والأسقف، ولا أخذ رضا رئيسة الدير، أو إله اللي خلقني هو ده بس مملكته. عشان أدخل مملكته لازم أعرف منه ويكون هو إلهي وأطيعه فعلا. هدخل مملكة أنا رئيس الدير، هدخل مملكة الأسقف، الأسقف ما عندوش مملكة، عشان رئيسة الدير ما عندهاش مملكة عشان تدخلني فيها. بنحترم الأغنياء ويبقوا أغنياء، احنا بنعبد نفسنا ومشتريين. إن كنتم لا تعرفون الله حقيقي، معرفة حقيقية من غير وسيط يعني، استعبدتم للذين بالطبيعة ليس إله زي ما قال في غلاطيا. إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيء، يعني لو احنا بعبد طقس وبدقة يبقى أنا بعبد شكل. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم عن النعمة. ترتيب، أيوة دي فترة، احنا مش متخيلين قد ايه ملك الملوك اللي في السماء عايزنا كل واحد يبقى عروس لي، احنا مش متخيلين، عايزنا نقعد جنبه على العرش، احنا مش مقدرين للأسف. الحاجة الى واحد، عشان ابقى مسيحي لازم الله بس يكون هو احتياجي الوحيد، ابويا السماوي، مصدر خلق، مصدر حياتي، كل من يصنع مشيئة أبي وأخي وأختي وأمي فعلا. بالنسبة لنا خلاص الكتاب المقدس بقى قصة تاريخية، مش حاطين في فكرنا حتى إن لازم يتعاش كلمة كلمة، كل كلمة تخرج من فم الله تحيي الإنسان، لازم ملاك يحركني، لازم أروح الهيكل، وينبغي أن أكون في مالي أبي، لا أبالي غير بفكر الله، برأي الله، وبقيادة روح الله، لغاية لما يخرجني الروح للبرية. خلاص اتعودنا مش شايفين ربنا، اتعودنا ان نظل عميان زي ما ابونا يقول لنا، ابونا على عينه الراس وحذاءه فوق راسنا. ليه ما قلت زي ما الله يقول لي؟ احنا زي ما سيدنا حذاءه فوق راسه، اي انسان حذاءه فوق راس، ليه ما تعودتش تقول زي ما الله يقول لي؟ لاني اعمى مش شايفه، ليه استسلمت للعمى؟ هارون ويهوذا وبطرس الله اختارهم وأكد أنه اختارهم بصوت أو عصاته أفرخت، أو كانوا بيعملوا معجزات، وبطرس كان ظله بيشفي المرضى، برضو مش معيار أنه ماشي في الحق، والحق هو الشيء يدوم للأبد.
احنا استسلمنا لبطرس الرسول. ايوه اختار ربنا. ايوه طب ما هو اراءه، ليه ربنا كتب لنا ده؟ فين قيادة روح الداخلية ليك انت؟ ده الفيصل، ده الحق. ده احنا عميان وطرش. فلان بيتكلم مش حسب تعليم الكنيسة، ده راعي بيقول كده، اللي اسمه هاني بيتكلم مش حسب تعليم الكنيسة. كنيسة مين؟ بعض الرجال ولا الكنيسة الأولى؟ ده بتتكلم في نطاق ضيق ضيق ضيق. الحق هو شيء دائم. الحق انت بتتكلم في نطاق الحق ولا في نطاق الباطل؟ الحق هو مش في وقت من الاوقات بعض رجال في مكان من الاماكن بيقولوا، الحق هو الله بس، مشيئه الله بس، حسب الحق يعني حسب الله. طب يمكن انت نفسك مش حسب الله ومش حسب الحق. فين صفات الله؟ فين صوره المسيح؟ المسيح محتقر ومرزول. المسيح يئن لكل انسان. إن لم تعرفها الجميلة أخرجوا وراء أسار الغنم. هو فين بستان الرهبان؟ احنا عندنا فصام بنفتخر بأبونا فانوس قد إيه ده. فعلا ناس كتير قالوا لما تنيح وتعمل فيلم تسجيلي وناس كتير اتكلموا، أباء مباركين قالوا فعلا الراهب ده فعلا ده اللي عايش زي القرن الرابع. طب يعني انت عارف ان اللي عايشه في القرن الرابع فصام غريب، فصام جزئي وكلي وغريب. يعني انت عارف ان اللي عاشوا في القرن الرابع حياة الموت وحياة الاحتقار وخبز وملح، ده الصح؟ طب ليه لا تعلم الصح؟ والاهم ليه مش عايش الصح؟ ده الحق، ليه مش عايش الحق؟ ما انت شايف الوقت مش متعاش. ده رهبان في وادي النطرون كتبوا لي ايه اللي عيش وملح إيه انت بتتكلم عنه؟ ده زمن وده زمن، انا اتحسب يوم القيامة بالحرف الواحد. ده زمن وده زمن. ده أسقف كبير قال لي ده كمان البنية بتاعتهم زمان. هو الحق في أوقات وأوقات وأماكن وأماكن. كل من هو من الحق يسمع. إيه هو الحق؟ كلمة الله اللي ثابتة ودايمة، قانون دايم، قانون أزلي. الطريق هو الطريق، وضع النفس وإنكار الذات، بذرة تدفن وتموت. وينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. لماذا تطلبان أن ينبغي أن أكون في مال أبي؟ ده الحق. هو اللي كاتب الإنجيل، الإله اللي خلقني، هو كلامه بس اللي حق. ورعاة كتير طول حياتهم بيثبتوا أن هم الصح والعقيدة الصح، الجسد والدم هو البروستانت ما يفهموش. هو ده المطلوب، أن احنا نثبت أن الجسد والدم، ولا المطلوب أن احنا نبقى احنا قديسين ونعلم ازاي الناس تبقى قديسين؟ ماشي. تخيلوا راعي بيقول عمال يثبت ان الكنيسه، طبعا ده كويس بس مش بيؤدي لشيء لو هو مش منقاد بروح الله. نتخيل السيد المسيح ظهر فيما هو راعي بيثبت ان الجسد المسيح والدم هو الحقيقي جسد، وقال فعلا الراعي ده اللي بيقوله ده الصح. طب بعد كده، بعد ما اثبته والمسيح بنفسه اثبت كده، ايه الخطوه اللي بعديها؟ يعني نقولها بوضوح أكتر. أغلبية الأرثوذكس أو كل الأرثوذكس واثقين إن القربانة بتتحول لجسد المسيح والدم. الثقة دي وصلت لهم لفين؟ اللي أنت بتحاول تثبته ده هيوصل لفين؟ أنت بنفسك وصلت لفين؟ ملايين من الناس اللي كل اللي في الكنائس واثقين إن ده جسد المسيح، وصلوا لفين؟ إحنا عميان. احنا في مدرسة لنا 40 50 سنة 60 سنة بنسبة ان المدرسة هي الصح. ايوة انت بقيت ايه؟ هل بقيت قديس راضي عن نفسك وراضي عن اللي حواليك بالملايين واثقين هو ده الهدف؟ اثبات، ما ده ذات، عبادة ذات. كلهم واثقين، الارثوذكس واثقين ان ده جسد المسيح، لكن هل بقيوا قديسين؟ أنشغل عشرات السنين إن أثبت ده المسيح وده جسد المسيح، ولا أنشغل إزاي أمشي الطريق زي ما القديسين مشي وزي ما المسيح مشي وأتغير وأنمو وأطلب من الله المرآة وأتأكد؟ يعني الهدف مش إن احنا نبقى قديسين، لأن لو ده الهدف كان هو ده اللي ننشغل به. الهدف إثبات ذاتي وكل ما له علاقة بذاتي وعبوديات، وإحنا مش دارين إنه بنلف حوالين نفسنا وخلصت الدنيا. ايه الاهم؟ ايه الهدف؟ اثبات.
صرنا ايه في النهايه؟ المفروض نسبته ايه؟ المفروض ايه بالظبط؟ انه اثبت كل ما له علاقه بذاتي وطائفتي وجنسيتي اللي الله خلقني فيه يبقى الصح. هو فين المسيح في الموضوع؟ فين علاقتي بالمسيح في الموضوع؟ فين النمو وشروط النمو اللي هو الدفن والموت طبعا ووضع الذات؟ فينه في الموضوع؟ قاعدين في التكييف بنحاول نثبت للمسيح او الجسد، وقاعدين بناكل شلوله وعمالين ناكل سمك وتونه، واللي بيشتهي جسد يعني عمالين نعبد جسدنا، عمالين نعبد آلهة تانية وبنثبت ان الكنيسه القبطيه صح. بنعبد آلهة تانية، انتم عبيد الذي تطيعونه وفرحانين حتى لو ظهر المسيح الوقت وقال ايوه انا اللي بتحول. هل الخطوه دي وهل الحاله دي وهل البرهان ده هيخلينا قديسين؟ وحتى لو المسيح ظهر الوقت قدامي ودي قالها لي فروقه كتير ونقل لي الدم كله ليا وكلت جسمه قطع من بطنه من يده كلته، هل كده ابقى قديس؟ هل ده شروط القداسه؟ اثبت وكلت والمسيح بنفسه جالي واثبت لي، في ايه تاني؟ هل هبقى قديس لو كلت حتت من لحمه وشربت دمه؟ وصلنا لفين يعني؟ راضيين عن نفسنا وصلنا لفين؟ باعتقدنا اي شيء وصلنا لفين؟ واللي بيتكلم هل هو شايف ان صوره الله ومثاله زي يوحنا المعمدان وان بطرس وبولس الرسول؟ هو شايف كده؟ ليه مش عاملين كنائس باسم يوحنا المعمدان؟ قالها لي المسيح في رؤى. ليه عاملين كنائس كتيره جدا باسم العذراء ومارجرجس؟ لانه بيعملوا لنا معجزات وبيحققوا لنا الحاجات اللي احنا عايزينها، لكن يوحنا المعمدان ما عملناش حاجه. كم كنيسه على اسم يوحنا المعمدان؟ ده سون بايش بي يعني فور اكزامبل، يعني احنا بنقول مثال بسيط جدا جدا على قد ايه احنا عبيد لذاتنا وبنشوف اللي يرضي ذاتنا. مارجرجس بيعمل شفاء فنعمل له كنيسه، لكن يوحنا المعمدان ما عملش ولا معجزه. المسيح شهد لان اعظم من ولدته النساء. كم كنيسه على اسم يوحنا المعمدان؟ كنيسه على سطح الارض عندنا 100,000 كنيسه في جمهوريه مصر العربيه في مصر. كم كنيسه على اسم يوحنا المعمدان؟ انا ما اعرفش، بس ممكن واحده اثنين. الله يعني عشان ابقى مسيحي لازم الله يكون هو الراس في حياتي واكون متاكد منه، هو مش متاكد من حد تاني، ويكون هو الراس يعني هو الاله مش الظروف ولا العاطفه ولا المبادئ ولا القيم. ده اللي وراه لنا المسيح بنفسه، أتيت للعالم لأشهد الحق، كل من هو من الحق لازم يقودني هو، أخرجه الروح للبرية، هو وراني بنفسه كده وأقبل الموت بحبا لي. هو أنا هل أنا وصلت لكده؟ هل فعلا الموت ربح؟ أي واحد مسيحي معتقد أنه مسيحي، هل الموت لي ربح؟ ما دي كلمة الله، كلمة البشارة اللي بعتها له ربنا كاتبة كده، ما كان لي ربح قد حسبته خسارة. هل فعلا كل شيء بالنسبة له نفاية وخسارة؟ هل الموت ربح بالنسبة له؟ ما لو بيحب الله بيحب الحق وعارف ان الأبدية هي الحقيقة بالنسبة له العالم نفاية، فهل بعد ما خد جسد المسيح بعد ما عمل كل اللي هو شايفه صح زي ما سيدنا يقول ماشي، بعد ما عمل كل اللي هو شايفه بمعاييره صح وبيخبط راسه قدام أي كاهن وأي أسقف وده كويس الاحترام طبعا ده لازم، لكن كل اللي هو بيعمله شايفه صح، هل فعلا للعالم نفاية والموت بالنسبة له ربح ويقدر يقول لا يعوزني شيء وفعلا بيسلك كما سلك المسيح يطلع البرية ومنقاد بالروح وإيمانه أن قدرة الروح كاملة، يقدر فعلا يقعد على الأقل 40 يوم ما يأكلش ويقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان؟ هل بيظهر له موسى وإليه لما بيصلي؟ ما هو المسيح كان إنسان يعني مش بيخدعنا. احنا بنلف حوالين الجبل، اثبات العقيده، اثبات كل ما هو في الطائفه، اثبات المعموديه، اثبات التناول هو الصح. ايه فايده اثبات واحنا ما اتغيرناش؟ شايفين حروب في العالم، قتال في سوريا والعراق ومدعكه في ارهاب،
ولا شعرايا اتحركت وأسقف اتقتل ورهبان بيقتلوا ولا حاجة اتحركت. ما عرفناش رسالة الله حتى الآن، وعرفناش الأولوية، ما حدش حاسس بحد. يعني للدرجة دي 20-30-40 سنة في الكنيسة بنسبة ان الكنيسة صح. طب وصلنا لفين؟ يعني ده عمى ده ولا ايه؟ احنا وصلنا لعمى غريب. يعني طب هو المفروض ايه بالظبط؟ مش مفروض ابقى صورة الله ومثال كلها؟ هل كل واحد مسيحي راضي عن نفسه شايف ان هو صورة الله ومثال يعني مسيح تاني على الارض؟ طب هل حاسس كل واحد بالمسيح وقد ايه حاسس؟ هل شايف التغيير وقد ايه التغيير وواثق من التغيير في حياته؟ هل شايفه؟ فطبعا ده مش هينفع غير لما يبقى واحد صادق، صادق مع نفسه. لازم واحد صادق مع نفسه. كان في مؤتمر زمان برضو مثال لقد ايه النور ضعيف جدا والناس مش عارفة شمالها من رجليها. كان في مؤتمر انا حضرته زمان كان للشباب في منطقة راقية جدا في مصر. كان في واحدة شابة في الجامعة قامت تسأل ابونا سؤال، كانت تعبانة من حاجة، هي متأثرة بسير القديسين، ليها عمق كبير مع المسيح، بتحب المسيح جدا، بتفكر تترهبان، مش عارفة، شايفة أهلها فسح في تركيا وإنجلترا. ده سؤالها. قامت قالت له أنا عايز أعرف إيه الصح يا أبونا، قريت سير القديسين زي أنا سيمون وسابت الأرض وسابت المملكة وسابت العالم، وقريت سير القديسين زي ماكسيموس وديماديوس في سني، يعني هي كان سنها تقريبا كده 18-19 سنة. هل دول الصح؟ ايه الصح؟ ولا زي ما ماما بتقول لي وزي ما بابا يقول لي وزي ما عمتي تقول لي والعيله لازم نسافر الشهر ده نصيف مع بعض في اسبانيا وتركيا وكل الشباب والسوبر ماركت ونروح وماما بتقول لي ما احنا بنروح اهو، بنروح الكنيسه، بنصيف في تركيا وبنروح الكنيسه. حتى انا سالت ماما يعني ايه بنروح الكنيسه؟ يعني بندخل ونطلع يعني؟ فالأخت دي كان فاتح ربنا ذهنها عن الحياة نفسها، هي بتسأل عن الحياة نفسها، فإيه الصح يعني؟ فبدأت تقيس حياتها بالمسيح بحياتها. هي بتقول كده بقيس نفسي شايفة أن أنا مش هنا خالص، لا بسير القديسين ولا بالمسيح، فأنا مش عارفة إيه الصح. الصح فعلا ألبس بنطلونات جينز وبلوزات وأهتم وأروح وإيه يعني مكياج، هل ده الصح؟ وقرايبي بيقولوا لي كده، ورحت دي الراهبات وقالوا لي آه ما أنت في طالبة جامعة وماله، هو ده الصح وصيفي ومال هتسيب أهلك، إيه الصح يا أبونا؟ ولا أقعد أصلي وأطلق، يعني إيه الصح؟ فكان رد أبونا كالتالي، طبعا أنا كنت قاعد وحاضر اللقاء، قال لها أنت في جامعة، أنت في أيام كلية في دراسة، أنت أهم حاجة تنجحي في الدراسة في الأيام دي، وزي ما بابا وماما بيروحوا طبعا تبقي معاهم، هو بابا هو رئيس البيت، تكوني معاهم، وبعد ما تتخرجي عايزة ترهبان يا بنتي ومال. كلام حلو، الكلام حلو من واحد متضع ورقيق جدا، كلام جميل. فقالت له الأخت دي أنا مش بسأل عن الرهبنة هي الصحة والزواج عشان تقولي لو عايزة تترهبني بعد كده، أنت قلت لي أنا الوقت في دراسة مفروض، فأنا بتكلم عن الحياة نفسها يا أبونا، فسح وشرة وفساتين وبنطلونات سوبر ماركت وأشتري وأروح سوبر ماركت وأروح وأعمل وحفلات عيد الميلاد وبفتيك وأكل ولازم يعني أنا بتكلم على الحياة، إيه الصح؟ هل ده صح؟ الحياة دي صح؟ في وسط كلامك بتقول لي آه زي ما بابا بيقول، بس أنا مش مقتنعة. أنا مش بتكلم على الرهبنة ولا على الزواج، أنا بتكلم على الحياة. هل اللي بيعملوه الشباب ده أتصرف زيهم يبقى كده الصح وزي ما العيلة بتقول هو كده الصح وبعد كده نروح الكنيسة؟
فالأخت دي على فكرة الأخت دي توفت وهي في الجامعة، حتى مامتها قالت يا ريتني كنت سبتها. الموضوع برضه مش تسبتها تروح الدير أو كده، الأخت دي توفت ممكن بعد البكالوريوس يعني على طول، ما كملتش ما لحقتش حتى تفكر. كان ليها علاقة مع المسيح قوية جدا جدا، كانت مناحة يوم، لأنها من عيلة غنية جدا جدا وباباها رجل أعمال كبير قوي في القاهرة يعني. فالأخت دي قالت لأبونا ليه ما قلت ليش المهم تتعمقي في المسيح، ليه قلت لي أنت الوقت في وقت دراسة، فأنت بتكلمني عن مش على الحياة، أنا بسألك عن الحياة تكون إزاي مش على المراحل لما أطلع أترهبن ما ترهبنش. طب ما أنا طب ما هو كل مش كل اللي في الدير قديسين ما تأخذنيش. لها ماشي يعني ماشي ده موضوع تاني. قلت له طيب ما إن كان الموضوع رهبنة، رهبنة مش هدف يعني. كانت ناضجة جدا، قلت له أنا بتكلم عن الحياة، ما في رهبان بعده. قال لها صح، قلت له أريوس ونسطور. فقلت له أنا مش بتكلم عن المكان أو الوظيفة، ما ممكن الرهبنة تبقى وظيفة. أنت بتقولي لما تكبري لو عايزة تترهبني يا بنتي، قلت له طب ما ممكن تبقى وظيفة، أنا بتكلم عن الحياة. فليه ما قلت ليش مفروض تمشي في طريق الكمال؟ لن أنسى أبونا أحرج وشه حمر كده وقال لها ما ماشي مع المسيح طبعا قال كونوا قديسين. قلت له بس ليه ما قلت ليش أنت كده، حتى الكنيسة كلها ضحكت يعني، ليه ما قلت ليش أنت مفروض تبقى قديسة؟ قلت له مش المسيح كان سنه 12 سنة لما راح الهيكل وساب العذراء، كان سنه كام؟ قال لها صح. قلت له طب ليه أنت ما قلت ليش كده، انت مفروض تعملي زي ما المسيح علمنا الراعي والاله وقال ينبغي ان اكون في مالي ابي، ليه ما قلتليش كده؟ هل بيشابه كان المسيح الصبيان اللي في سنه؟ هل كان بيعمل زي اهل العالم؟ ليه ما قلتليش اسال المسيح يقودك؟ الاخت دي كانت عجيبه، هما حاليا بره وسافروا بره دكاترة ويعني من عيلة كانت سرية قوي 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 يعني، بس البنت كانت غريبة. أنا ما أعرفهاش شخصيا بس نعرف العيلة يعني، أعرف أخوها وكان يوم صعب لما توفت، بس فعلا كان بعد البكالوريوس مش شهر ولا شهر يعني على طول ما لحقتش. فما فيش حد هيتكلم غير عن اللي عايشه، لو هو عايش طريق الكمال وحروب وانتقال ومراحل هيتكلم الإناء ينضح بما فيه، هيقول لها يا بنتي الطريق والحروب ومراحل. فعلا ماكسيموس وديماديوس كان سنهم 15-16 سنة، ادخلي المخدع واطلبي من ربنا يقودك، كان أبسط حاجة يقولها كده لو هو عايش كده. الإنسان بيتكلم من اللي جواه، لكن تعالوا الكنيسة وتناولوا ده هو ايه الطريق وايه يعني تناوله، يعني اخد اشرب دم المسيح كله، هل ده الطريق؟ انا في مصر ما انا بعبد وخلاص يعني، انا بعبد اله تاني ما ينفعنيش المسيح. الكتاب قال كده قد تبطلتم عن المسيح ايهم تتبررون بالناموس، مجرد انت ماشي بنظام وطقس وكده يبقى مش عايش. هي الاخت دي كانت بتسال عن الحياه ازاي تكون، ازاي العلاقه نفسها وشروط تعمقنا معاه وشروط العبور. فابونا مش عابر مش عارف، هو الناموس ماشي ناموس وطقس، ولما نروح يبقى دير يبقى مكان امور ترى وشكل ولبسه جلابيه وسودة، لكن الحياه نفسها شروطها ايه؟ أنا لو أيام هارون الموضوع ده قلناه كتير، كل واحد يسأل نفسه لو مكان هارون، لأن الموضوع شائك جدا جدا وحساس جدا وموضوع عايز استنارة جدا، وبدون الاستنارة احنا هنضيع 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 في هوات مش هو واحدة. كل واحد يسأل نفسه لو كان أيام هارون وشاف رئيس الكهنة البطرك أو البابا اللي الله أفرخ العصاية بتاعته عامل عجل قدامه، الموضوع حساس وكل الناس بتقول لا رئيس شعبك لا تقل هو الراس، هو الراس البطرك هو الراس كويس. ولو أيام بطرس الرسول بعدين حد يقول ده العهد القديم، ولو أيام بطرس الرسول نفتح غلطية 2 كل الناس تفتح غلطية 2 ونشوف بطرس اللي ربنا قال له أنت الصخرة كان بيرائي وما كانش في الأيام دي ماشي باستقامة. كلمة الله اللي بتقول كده، مش بولس الرسول اللي بيقول كده، كلمة الله بيقول أن بطرس الرسول الصخرة
والتلاميذ في الوقت ده كان لا يسلك حسب حق الإنجيل، أنت لا تسلك حسب حق الإنجيل. بولس قال كده لأن رأيت أنه لا يسلك باستقامة حسب حق الإنجيل. لو إحنا في الوقت ده في أيام بطرس اللي هو البطرك البابا، إيه اللي هنعمله؟ لو واحد مش مستنير ومش شايف ومش فاهم، هيعمل زي ما البابا بيعمل. عصمة البابا، عصمة هارون. لغاية النهاردة في ناس بتقول اللي أبونا بيقوله البابا بيقوله، في ناس كده. أنا أعرف بعض بلاد العصمة اللي بيقولوا البابا ما نفكرش. طب كلمة الله بتقول لنا إيه؟ وصلنا لفين؟ قبل ما نشوف كلمة الله، طب أنا وصلت لفين؟ راضي يعني؟ أنا شايف نفسي صورة الله ومثاله؟ طب كلمة الله بتقول لي إيه؟ ففي مواضيع شائكة بدون النور أنا هضيع. كلمة الله بتقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كلمة الله بتقول على لسان المسيح نفسه يليق بنا أن نكمل كل بر، وبعد كده أخرجه الروح للبرية. يعني في روح لو ما أخرجتنيش، مش يوحنا المعمدان أعظم وليد النساء؟ طب ما هو أعظم وليد النساء هو. فين ظروف في حياة المسيح؟ المسيح كإنسان مش بتكلم على إله. فين دور يوحنا المعمدان اللي عمده اللي هو البطرك الحقيقي في عرف السماء؟ فين دوره في حياة المسيح؟ إيه اللي علمه لي المسيح؟ إيه فايدة الإنجيل؟ إيه فايدة إن إحنا مسيحيين؟ جه المسيح وراني الطريق، إيه فايدة إنه جه وراني الطريق وأنا مش عامله؟ زي ما أبونا يقول لي فين دور يوحنا المعمدان؟ أنا مش بقول معنى كده إن ما يبقاش فيه كهنوت، لا، لازم يبقى فيه فترة يبقى فيه كهنوت بس يبقوا الناس منقادة بالروح والرعاة زي يوحنا المعمدان، لكن قبل أن يأتي الإيمان كنا محرسين تحت مؤدب إلى أن يأتي الإيمان. يعني في مراحل. ليه البروستانت بيضربوا الكاثوليك والكاثوليك بيضربوا الأرثوذكس؟ لأنه مش فاهمين الموضوع فيه مراحل. أنا مرحلة محتاج صوت، أيوة، محتاج يوحنا المعمدان، أيوة، بس بعد كده أروح للعريس، وبعد كده أطلب من الله قيادته الداخلية. مش هحتاج في الوقت ده يوحنا المعمدان. صعبة؟ صعبة فهمها؟ صعبة؟ مش هحتاج يوحنا المعمدان. ليه؟ هو وراني كده، إلهي اللي خلقني وراني كده، قال أنا الطريق والحق والحياة، وراني كده. إن أعظم وليد النساء ملهوش دور بعد ما المسيح عبر مرحلة. في الأول كان بيروح الهيكل كل سنة، أيوة روح الهيكل. الناس بعدين حد يقول أيوة الهرطقة بقى، ما هي جت كده الهرطقة ده أب راهب يعني في وادي النطم، هي الهرطقة. قلت له هرطقة إيه؟ هو المسيح عاش إزاي؟ هتقول لي ملناش دعوة بالمسيح؟ قلت له يا ابونا جاوبني، اب راهب سنه 70 سنه، قلت له جاوبني المسيح عاش ازاي؟ ايه؟ قلت له هتمد بقى في ايه ومش ايه وتقولها بالتون اوه ايه المسيح عاش ازاي؟ ام بابولا عاش ازاي؟ ام بكراس عاش ازاي؟ ايه اوه برضه يعني المسيح والقديسين امال ايه المعيار يعني؟ انت هو المسيح عاش ازاي كانسان؟ لأن لو يوحنا المعمدان هو اللي أخرجه وقاده مش هيقدر يصوم 40 يوم. ده هي لازم حاجة داخلية مش واضحة. دي الأيام دي غمضة 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 غمضة. احنا خلاص استسلمنا لهارون واستسلمنا لبطرس، استسلمنا ومش بنفكر مش بنفكر مش بنفكر. ده لا يقلل يوحنا المعمدان، هو خروج يوحنا المسيح للبرية بدون قيادة يوحنا المعمدان بل بقيادة الروح، ده قلل من يوحنا المعمدان. في ناس بتقول لي انت بتقلل كل انت عمال تلطش وتشتم. كنت في دير من أدلة وادي النطرون من فترة قالوا لي أيوة انت اللي بتشتم في الكنيسة. قلت له بشتم ايه؟ انا بقول المسيح ورانا عايش ازاي فين الكمال. أيوة انت بتلغي الكهنوت. انا ما بلغتش حد، انا ما لغتش يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هيظل اعظم وليد النساء. معقولة الكلام مش واضح؟ حياة المسيح مش واضحة يا ناس؟ المسيح لما طلع البرية مكتوب عنه كإنسان، لأنه لو كان إله، الإله مش محتاج يصوم. معقولة مش محتاجة دي ذكاء خالص؟ هو محتاج يصوم الإله؟ محتاج ينمو في القامة ويتقوى بالروح؟ بيوريني كمثال. طيب المثال ده كان عايش إزاي؟ ناس كتير قالوا لي احنا فعلا ولا كأننا قرينا الإنجيل، ولا كأننا قرينا الإنجيل. لسه رهبة مكلماني من ساعتين، والله طبعا يوم الحساب بقى يتكلم ليها ساعتين ثلاثة بتحكي معايا، بتقولي زمان لما كنت في البيت، طبعا ده 4-5 راهبات الأسبوع ده، الله يحاسبني وهيحاسبني يعني يعاقبني أشر عقاب. اللي أنا بقوله ده بالحرف الواحد، قالوا لي رهبة كان سنها 55 سنة أو 54 سنة، قالت لي زمان
30 سنة كانت علاقتي بالله قوية جدا جدا جدا. دلوقتي ما ينفعش، بشتغل 14 ساعة في اليوم، ورهبة تاني النهاردة بتقولي بنشتغل 12 ساعة في اليوم بتلقح زي الميتين، ورئيس الدير هي الإله، ونظام بقى إيه، مين قال إيه، وعايشين في رعب كأننا في سجن. ما قالت لي ما أقدرش أحكي لك. طبعا مش كل الأماكن كده، مش كل الأماكن، مش مهم الرهبة دي في فلسطين ولا في تركيا، بعدين حد يقول ده قاصد يلمع، لا، في رهبنة في الكاثوليك، وفي رهبنة في سوريا، وفي رهبنة في إنجلترا، رهبة أرمانية، رهبة مارونية، رهبة قبطية، رهبة سورية، رهبة بتقول لي إرهاب. رئيسة الدير مطلعة جواسيس وبتعدي والأبواب مين. طبعا أنا عارف كده زمان وربنا بيوريني. والدير ده قلت لها ده أنا شفت الدير ده في رؤية، إن الساحة بتاعت الدير فيها زي بركة. طبعا شفتوا كتير دورات المياه مكسرة في أديرة رهبان وراهبات، ونازح المجاري طلعة، ومناظر صعبة صعبة صعبة، يعني ده رمز النقاء الداخلي. قلت لها شفت في الرؤية بركة وعليها زي فل أو زلط، وفي كذا تمساح مخيف أسود ضخم تقريبا 3 متر كده، مرعب مرعب، اللي بيقرب ويتزحلق وما ياخدش باله بيفترس. والمسيح قال لي وانت كمان بيكلمني انا، لو ما خدتش بالك التمساح هيفترسك. الذات، عدم طاعه الله، ما دي كلها برك. اهم حاجه اخد رأي. قالت لي انا لو ما خدتش رضا رئيسه الدير هطرد. قالت لي طب هروح فين المشكله، هروح فين؟ ايوه عايزه اطيع الله، بس اللي بتقوله لي رئيسه الدير حتى لو مش مقتنعه. قلت لها عايزه اصلي، عايزه اقعد فتره، عايزه اصوم. انا قالت لها، قالت لي انا كنت في البيت كنت بصوم للساعه 5 6، ما اقدرش. تقول لي الطاعه افضل من الذبيحه. طب ما الطاعه اكل فراخ مشويه زيك، انت كل فراخ مشويه. قالت لي ما انا مش قادره اتكلم. قالت لي ما حدش يقدر يتكلم، انت كل فراخ مشويه. ودي حصلت معايا انا لما رحت الدير تحت الاختبار بره مصر، وكان رئيس الدير يقول لي اللي تاكل اللي نقول لك عليه. قلت له لا انا مش عايز اترهب، انا عايز امشي الطريق لمؤاخذة. الله مديني شبع، تيجي انت تخلي ترجعني جعان؟ الله مديني شبع. ليه ما تفترضش ماكسيموس وديمتريوس تاني وإيلاريا وانا سيمون تاني؟ ليه؟ قصص، هي التاريخ قصص، وحياة المسيح نفسه بقي قصة خلاص. فين المسيح؟ فقلت لها شوفي انت اختاري من إلهك واطلبي من الله، يعني مفروض يكون هو إلهك ويكون الهدف الوصول للقداسة، مفيش حد هينفع حد أبدية. هي رضيت تبقى مكان الله، رئيس الدير رضي يبقى مكان الله لأنه لذيذة. ستصيران مثل الله، أول خدعة ابتدى بها رئيس العالم، ستصير مثل الله، جميلة. قالت لا أنا حاسة أن الحياة مش هي المسيح. كل العقل اللي قالينا 10 سنين الحياة هي رئيسة الدير واللي بتقوله رئيسة الدير، ورهبان قالوا لي كده الحياة بقى رئيسة الدير اللي يقولنا. طب ما القلب أخدع من كل شيء. طب وبعدين، طب وبعدين، وبعدين، وبعدين دي بقى تعتمد على كل واحد عايز إيه. عايز يطيع البطريرك وياخد رضا البابا، وبعدين كل واحد يقول لنفسه وبعدين. البابا ليه مملكة؟ رئيس الدير ليه مملكة؟ ليه ملكوت هيدخله لك؟ وبعدين إيه الهدف؟ ينبغي أن يطاع أي إنسان في... ينبغي أن يطاع بطرس الرسول؟ لا يقلل من بطرس الرسول لما ما طاعهوش وأطيع الله وأطلب قيادته، لا يقلل يوحنا العدان، المسيح ما قللش. زي دي مش واضحة، ازاي اتضحك علينا بخباثة؟ رئيس شعبك، رئيس شعبك ماله؟ رئيس شعبي حذاءه فوق راسي، حذاء رجله فوق راسي. من أراد أن يكون أول الكل يصير للجميع عبدا، عبدا يعني فعلا يبقى إلهي. نفتح مرقس 10، المسيح بيقول من أراد أن يكون أول الكل يصير، من أراد أن يكون عظيما يصير للجميع خادما. خادما يعني يبقى هو إلهي. الأمور دخلت في بعضها، الخط الفاصل بين الأمرين صار متلامس معانا. البابا اللي بيقوله أيوة هو على عينه والرأس وحذائه في رأسه، لكن يكون هو الله، يكون هو الله، لكن يكون هو الله، يكون هو الله، لكن يكون هو الله، يكون هو الله.
لهذه الدرجة عمى، لهذه الدرجة الخباثة والخداع اللي اتخدعناه؟ يبقى هو الله رئيس الدير، تبقى هي الله. طب هل عارفين الفرق بين الله والإنسان وطاعة الله والإنسان؟ حتى لو بطرك بابا روما قال، بابا روسيا قال، يعني قال يعني هو الله؟ احنا في مصائب وكوارث، مجرات كوارث ومش دريانين. يعني هو الله ده معناه المسيح قالها لي ببساطة، ده لأني أنا مش الله في حياتهم، ده لأني أنا مش حاسين بيا، مش شايفيني، فمضطرين يشوفوا واحد يحل محل. فكل واحد يشوف هو عايز ايه. انت عايز تعبد مين؟ عايز تبقى مسيحي؟ يعني صورة للمسيح، المسيح قال ان الطريق ما حدش يقدر يمشيه الا بيا، ولا يستطيع احد ان ياتي الاب الا بيا، ولا يستطيع احد ان ياتي الي الا ما يكتسبه الاب. المسح سبت فيكم، هتعلمكم كل شيء وتذكركم بكل شيء، ولا تحتاجوا الى معلم. كلمة الله الهك للي عايز يكون الله الهه، للي عايز يكون الله الهه، اللي عايز يكون الله الهه. كلمة إلهه بتقول له مش هتحتاج لشيء في التعليم، اخضع للناس وتبقى عبد، بس تعرف تفرق، ما تلمسي، ما تدخلش ده على ده، ويبقى الخط الفاصل واضح، ان تعرف تفرق يعني ايه تصير للجميع عبدا، يعني ايه تصير للأسقف عبد، يعني ايه تصير للبطرك للبابا، يعني ايه تصير لرئيسة الدير عبد، لكن ما يكونش هو الله. تعرف تفرق، لو ما فرقتش هتضيع. كل واحد بقى يشوف هو عايز ايه، يفرق ولا ما يفرقش، الامور تدخل في بعض، يبقى مسيح ولا ما يبقاش، يبقى الله الهه ولا الناس عايزه تبقى الهه، دي كل واحد يختارها، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. امتى الروح يخرجني البرية؟ امتى؟ فين نشيد الانشاد في حياتي؟ فين نشيدك فرحتك بيه؟ فين فرحتك بيه؟ فين حبيبي لي وانا له النشيد؟ فين فرحتنا بيه؟ فين نشيدنا بيه؟ احنا مش حاسين ان عارف عبوديه المكرونه بالسباكيتي والبدل والهدوم والفلوس والمال والكرامه، احنا مش حاسين بننفع العبوديه اصلا، بنصرخ له ليه؟ ده احنا متمتعين بالمكرونه وبالتكييف وبالناس وبالفلوس وبالملايين وبالدولارات، احنا متمتعين بكده. ده ايه عبوديه؟ متمتعين بعبوديه؟ ده احنا في حزن، احنا مش دارين بيه. لكن يكون هو الله، يكون هو الله. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟